حاليا في الشغل احنا لسه قاعدين في الشغل أصحاب المعالي والسعادة الزملاء النواب، إذا تكرمتم الجلوس بأماكنكم حتى أبدأ الجلسة. ممكن إذا تكرمت الزملاء إنه الجلوس في أماكنكم حتى نبدأ الجلسة. أرجو إغلاق البوابات. بسم الله الرحمن الرحيم. النصاب مكتمل. أعلن افتتاح الجلسة. وقبل أن نعطي الحديث إلى الأمين العام في ماجد القويسم، عنده مداخلة وينه دقيقتين إذا تكرمت. بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسم أبناء الأغوار الشمالية عامة وباسم المشارع خاصة وذوي الاحتياجات الخاصة، أقدم شكرنا وتقديرنا وامتناننا إلى سيدي صاحب الجلالة على زيارته الأخيرة إلى المشارع، ما إن تنادى إلى مسامعه أن هناك عدد كبير من المعاقين في المشارع بحاجة إلى رعاية، فكانت هذه اللمسة الملكية الهاشمية هي البلسم لكثير من أبنائنا المعاقين. ولكن من خلال الرئاسة الجليلة نوجه عتبنا على أصحاب الوزراء المعنيين بالمكارم الملكية التي تكرم بها سيدنا صاحب الجلالة، وأولهم وزير المياه والري الذي قال بأن هناك أراضي في المشارع ستقام عليه هذه المكارم، وفوجئنا بأن هذه الأراضي قد نقلت إلى بلدية أخرى وهي شرحبيل، وشتان ما بين أن وقف جلالته في المشارع وأعطينا أراضي في بلدية أخرى. كذلك وزير الأشغال العامة ينقل مركز صحي المشارع، ولما نقول مركز صحي المشارع أي أن يبقى في المشارع ليعطينا أرضا ملاصقة تماما إلى مستشفى أبي عبيدة. وصلت الملاحظة سيدي، ويعني في مناقشة. وأتمنى معلش سعادة الرئيس، بس أعطيني دقيقة لو سمحت. أعطيتك دقيقة كمان لو سمحت. وأتمنى من أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة أن تستعجل بمكرمة سيدنا عندما طلب منه المواطنون تجنيد أبنائهم على الحالات الإنسانية وبعيدا عن شهادة الثانوية العامة والجامعية. شكرا لكم. شكرا لك الأمين العام، جدول أعمال. شكرا سيد الرئيس. جدول أعمال الجلسة 15 مقرر عقد افتتام الساعة 10:30 من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 6 جماد الأول 1439 هجرية الموافق 23/1/2018 ميلادية. أولا تلاوة ملخص محضر الجلسة السابقة. ثانيا تلاوة الإجازات والاعتذارات. طلبات معتذر أصحاب السعادة السيد والسادة النواب إنصاف الخوالتي حازم المجاردي خالد البكار قيس زيادين نصار القيس رياض العزام هيا المفلح عواد الزوايدي. ثالثا قرارات اللجان. ألف قارج التربية والتعليم والثقافة رقم 4 تاريخ 21/1/2018 والمتضمن مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017. سعادة المقرر فواز خليه يقرأ المادة بعطيك. أولا قبل أن يبدأ سعادة المقرر، هنالك طلبتنا من مدرسة المشرق الدولية متواجدين على الشرفات، برحب فيكم باسم مجلس النواب، اهلا وسهلا. ايش يا ست ملال؟ تفضل الشو المطلوب. بسم الله الرحمن الرحيم، اشكرك معالي الرئيس، الى رجال الامن فخر الوطن، الى العيون الساهره في كل حين، الى سيوف الحق في وجه الفتن، الى امان الدار والحصن الحصين، لانكم درع الوطن عند المحن، ولأنكم أسوار البلاد الشامخين، ولأنكم الكف القوي الأمين، فأنتم الإخلاص والعهد المتين، فما عرفتم التراخي ولا التخاذل ولا الوهن، بكل مشاعر الفخر والاعتزاز أتقدم بأصدق معاني الشكر والامتنان لمنتسبي جهاز الأمن العام الموقر، ممثلا بعطوفة مديره العام اللواء الركن أحمد الفقيه، وأخص بالشكر عطوفة مدير شرطة الكرك وعطوفة محافظ الكرك وجميع منتسبي شرطة الكرك، وبالأخص أسود ونشامة قسم البحث الجنائي على ما قدموه من تفاني واحترافية في القبض على الخارجين على القانون وتقديمهم للعدالة. نفتخر بأفعالكم طوال الزمن، فأنتم المخلصين لدينكم وللقائد والوطن، أعزكم ربي رجالا للأمن وأعانكم ربي. شكرا. أنا سأعود إلى جدول الأعمال. لا سعادة المقرر المادة رقم 1 اقرأ. نعم يا اخوان، ما بيجوز انه الجلسه التشريعيه نحولها خلال دقيقتين الى مناقشه عامه واسعه، يعني يا اما المجلس موافق انه يلغي التشريع ويظل كل يوم في بن ما يستجد من اعمال، او انه بتحددوا جلسات بتناقشوا فيها.
يا زملاء في جدول أعمال أرجوكم أنكم تساعدوا معي حتى أتم. شو هو المهم؟ أنا ما عارف شو المهم. التشريع مش مهم، بطل يصير مهم. قانون الجامعات مش مهم اللي بنطرح عليكم الآن هذا. تفضل يا حشون الدقيقة بس تفضل. سعادة الرئيس، أنا بدي أيد الزميلة منال الضمور وأقول إحنا باسم مجلس النواب كله بنأيد نشامة الأمن العام، بس في موضوع سعادة الرئيس غايب الأهمية. هذا المجلس مجلس محترم، مجلس مثل الشعب الأردني، في بعض الزملاء في مجلس النواب بيسيئوا للمجلس الكريم. أنا بدي أترجى سعادة، أنا ما بدي أذكر أسماء. سعادة الرئيس الآن هذول الزملاء إذا في واحد عنده، هي أمام الشارع بحكي، بقول احد الزملاء في عندي فساد ب 450 مليون، واحد بقول واحد دفع لي 10 مليون، انا محامي وفي 20 محامي في تحت القبه، احنا جاهزين نوضح للشعب الاردني هذه الحقائق، اما انه يظل يتبجح على الفيسبوك، بيعزي على الفيسبوك وبنقط على الفيسبوك، هذا كلام مرفوض، هذا من العار والعيب ان يكون في هناك نواب تحت هذه القبه يتعاملوا بهذه الطريقه. الشخص الوحيد المنزه في الدستور جلاله الملك، رئيس الوزراء بقدر اروح اقدم شكوى عليه، الوزراء بقدر اروح اقدم شكوى عليهم. وبالتالي سعاده الرئيس بتمنى من الرئاسه الجليل اي زميل بيسيء لهذا المجلس ان يحاسب، واذا لم تتخذ اجراء سوف اتخذ الاجراء الشخصي انا. شكرا سعاده الرئيس. طيب اولا الاجراء الشخصي ما في اجراء شخصي، احنا ناس مؤسسه. اذا تكرر يا اخي خلصت حديثك اخي يحيى. انت اذا عندك اي يا يحيى استاذ يحيى اي موضوع يخص زميل لنا نائب يتقدم اي زميل بشكوى او بابلاغ لغير رئاسه سنتخذ اجراء، وهنالك لجان في المجلس ستقوم بوضعها الرسمي. بس بتعمل منكم خلونا نعود الى جدول الاعمال اذا سمحت. يا اخوان بعطيك يا وباء انا دقيقه، انت لك متحدث الان على الماده رقم واحد، تحدث من خلال المدير. تفضل انت ما استنى طالع يا اخي، معناته انتم بدكم تناقشوا ولا انت تو التشريع مشان احكي اذا بخلي بد ما يستجد من اعمال بدكم تلغوا التشريع؟ لا معناته انا ما بقدر اعطي 40 على شيء غير موجود في جدول الاعمال. تفضل يا وباء. شكرا سعاده الرئيس، انا يعني بعتذر لكن هذا امر غايه في الاهميه سعاده الرئيس، يعني انا بقدر حرصك على التشريع، لكن نحن قد تفاجئنا جميعا ونعلم بانه من 15/1 توقفت الاعفاءات الطبيه. زملائي الاعزاء البارحه في جريده الغد على الصفحه الاولى قضيه لرضيع عمره شهران، هذا الرضيع توفي نتيجه المماطلات في عمليه التحويل الى المدينه الطبيه، رقبه دم ورقبه مين؟ بدي اعرف انا دائره التامين الصحي، دائره التامين الصحي اللي رفضت انها تعطيه تحويل على مستشفى الحسين لاجراء عمليه قلب مفتوح. انا كأم ماذا سنقول لهذه الام؟ بدي اعرف احنا ام جاج شو بدنا نحكي لها اللي فقدت رضيع عمره شهرين وهي تنتظر من 18 يوم تحويله على مستشفى الحسين ومستشفى الخدمات الطبيه، شو بدكم تردوا عليهم يا حكومه؟ انا بدي ارد عليك هذا المجلس هو مخول يتحدث باسم الشارع، تقدموا بمذكره عن الاعفاءات، تقدموا بمذكره عن رفع الاسعار، تقدموا بمذكرات حتى نطرحها على مجلس كل موقر ونناقشوها بالطرق السليمه. لا يجوز انه ان نقتنص دقيقه هنا ودقيقه هناك عن موضوع نثيره في الراي العام ولا نصل الى نتائج. انا بوجهك لا وهي ليست من حكم صلاحياتي، تقدموا بمذكره لمناقشه هذا الموضوع مع الحكومه ونحدد له جلسه كاملة تامة بجميع كوادرهم يجب أن يحضروها، هذا هو المطلوب. خلينا ننتقل إلى جدول الأعمال عفوا منكم زملائي، أرجو أن ننتقل أن نتوقف إلى أنا. قانون الجامعات الأردنية مادة 1 موافقة بعد تعديل 2017 لتصبح 2018. السيد أحمد الميسان. شكرا سعادة الرئيس. سعادة الرئيس أنا للأمانة يعني
كنت بدي اقترح رد هذا القانون، ولكن يا سيدي المجلس السيد نفسه يعدل كما يشاع على هذه المواد، وانا اتمنى الاستمرار في المواد. شكرا سعاده الرئيس. شكرا لك. وفاءً للمصطفى على الماده نفسها، الماده رقم واحد. شكرا سعاده الرئيس. انا اود ان اسال ابتداء، يعني هذا مشروع قانون غاية في الأهمية ومهم جدا، وإحنا لا نقلل من أهمية التشريع، ولكن تحدث هنالك أشياء تجعلنا لابد أن نتكلم في هذا المجلس لأنه هذا هو صوت الشعب. سعادة الرئيس، أنا أود أن أسأل ما هو وجه العجلة في أن نستثني هذا القانون من النص الوارد والمدة الواردة في الدستور للسريان والنفاذ؟ يعني المفروض أنه بعد 30 يوم حسب المواد الدستور، لماذا هذا القانون نريد أن يعمل به من تاريخ نشره مباشرة، ولماذا مثل هذا القانون لا يكون هنالك المدة الكافية من أجل اتخاذ وإنشاء الإجراءات الواردة وهي إجراءات شكلية متعددة وكثيرة؟ أتمنى أن لا يعني نستعجل في تنفيذ ما سوف ينتج عن التشريع بمجرد النشر، لأنه راح يكون فيه استحالة، وأن نعطي هنالك فترة انتقالية من أجل تطبيق ونفاذ هذا القانون. وشكرا. شكرا لك دكتور عبد الله عكايمي. دكتور مصلح الطرابي، اذا بدك تجاوب. يا سيدي بس في الملاحظات متعدده على الماده الاولى فيما يتعلق ب هاي الملاحظات اللي بتاريخ نفاذ هذا القانون. احنا قررنا في الجلسه السابقه مشروع قانون التعليم العالي، وكان النص على انه يعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، فمش معقول ان نخلي قانونين متفقين في معظم الاحكام كل واحد له تاريخ نفاذ، ثم انه هذا القانون لا يحتاج الى العديد من الانظمه، وما بدناش مزيد من الفراغ التشريعي فيما يتعلق بجامعاتنا، بكفي الفتره السابقه بالعديد من التعديلات على القوانين. فلذلك احنا توافقنا في قانون التعليم العالي على ان يكون تاريخ نفاذه من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، فانا اتمنى ان نتوافق على قرار اللجنه لانه يتفق مع مشروع قانون التعليم العالي. وشكرا. اتفقت يا وفاء. عبد الله. شكرا سعادة الرئيس. أنا بقترح أن يعمل بهذا القانون بعد 60 يوما من نشره في الجريدة الرسمية. هناك مراكز قانونية، هناك تغييرات في هذا القانون، هناك إحداثات جديدة عما سبق في القوانين السابقة. أقترح بعد 60 يوما من نشره في الجريدة الرسمية. طيب، وفاء اكتفيت بشرح الدكتور مصلح؟ إذا معناته الدكتور عبد العكري يقترح بأنه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بعد 60 يوما. لا طرحته للتصويت، إنه مقترح الدكتور عبد الله اللي هو للتصويت فقط. 15 زميل لم ينجح المقترح. إذا من مع قرار اللجنة برفع الأيدي؟ مادة 2 المطلع موافقة، الجامعة موافقة، المجلس موافقة، مجلس الأمناء موافقة، الرئيس موافقة، العميد موافقة، المالك موافقة بعد إضافة عبارة أو مؤسسة بعد كلمة جمعية، الهيئة موافقة بعد إضافة عبارة أو المؤسسة بعد عبارة للجمعية. طيب الآن سعود أبو محفوظ. سعادة الرئيس، أنا قرأت هذا القانون 3 مرات واكتفيت بمادة واحدة هي المادة الثانية، أرجو أن تفسح لي المجال أن أوضح. أنا أقترح في تعريف الجامعة أنها مؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وتتمتع بالاستقلال التام والحرية الأكاديمية الكاملة، وذلك أن الجامعة مشتقة من الاجتماع لتحقيق هدف العلم والبحث، والجامعة لها علاقة ريادية بالمجتمع. جامعاتنا أحيانا الحقيقة من بعضها منفصل عن المجتمع، والأصل أن تكون مستقلة تماما وحرة أكاديميا، وهذا ما أكدت عليه وثيقة الماجنا كارتا الصادرة مؤخرا عن 900 جامعة عالمية في لقائها بمناسبة تأسيس جامعة بولونيا الإيطالية، أقدم جامعة بالمعايير الحديثة. سعادة الرئيس، التعليم ليس سلعة، نعم ليس سلعة بل خدمة، والأصل أن الحق الكامل للطالب المؤهل في التعليم العالي
الأصل أن يكون محفوظا، والأصل عدم تبعية الجامعة لأي جهة أعلى، والأصل استقلالية الجامعة في اختيار قياداتها بالانتخاب المباشر وليس بالتعيين والفرض كما هو محمول به، حيث يلتهم الرئيس المعين لمجلس الأمناء أو لرئاسة الجامعة كامل الصلاحيات، ولا يستطيع أحد أو مجموعة من أعضاء المجلس دعوة المجلس للانعقاد بدونه، كما ورد في القانون المعروف. جامعاتنا تدار بعقلية الموظف. في أمريكا بعض الجامعات جمعت أوقاف تفوق 40 مليار، هارفارد عندها 35 مليار، ونحن أمة الوقف. أخيرا سعادة الرئيس، هذا قانون جيد نعم، لكنه مستغرق في التفاصيل ولم يؤكد على الأساسيات في الحرية الأكاديمية الكاملة والديمقراطية في اختيار القيادات. سعود بيت، عارف ليش أنا بحكي معك؟ أنا ما أحب أقاطعك، بس احنا الان في تعريفات في الماده 2 وعن الجامعه المقترحه. يا سيدي تتحدث سعادة الرئيس، غير سعادة الرئيس، الحكومه تقدم لنا يعني مشاريع قوانين مقولبه ونحن نفكر داخل صناديق الحكومه. الاصل ان تكون الجامعات حره، حتى لان الاردن مخزن كفاءات وكنز خبرات، ونحن ثروتنا في هذا الاستثمار، ويجب ان تكون الجامعه مستقله. ثم أنا شخصياً بشعر أنه إحنا عندنا طرف تشريعي، وعندنا تشريع أكثر من اللازم، نوزع الدول العربية تشريع. الأصل أن نمتص الشارع الذي يغلي في اتجاهات معينة، خاصة في قانون الأسعار، في مسار الأسعار. يعني هذا معقول السعر نتحدث عن؟ لا أنا الحقيقة بالجامعة شو أطرح على الأسعار؟ لا أنا بتكلم عن الجامعة، ولكن ما بعرف شو اللي بدنا إياه نوصله يعني. كلهم مرتبطون في الكل. كله مرتبط في الكل. شكراً لك. أحمد الرقيب. شكرا سعادة الرئيس. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أشكر اللجنة الموقرة على ما قامت به من إضافات نوعية وإيجابية على قانون الجامعات بشكل عام. لدي ملحوظتان على المادة الثانية في تعريف الجامعة. قلت هي مؤسسة رسمية أو خاصة تمنح درجة جامعية أو أكثر، لأن هناك بعض الجامعات تمنح أكثر من درجة جامعية. أيضا الملحوظة الثانية تعريف العميد، عميد الكلية أو عميد النشاط الجامعي أو المعهد أو البحث العلمي. كثير من الجامعات دكتور مصلح هناك من يسمى، وهذا شيء حقيقة إضافة نوعية، بعميد البحث العلمي. مع كل الاحترام، شكرا سعادة الرئيس. شكرا. محمد العياصي. شكرا سيدي الرئيس. سيدي مقترحي يعني على المادة الثانية تعريف الجامعة. الجامعة مؤسسة رسمية وخاصة للتعليم العالي والأبحاث العلمية زي ما تفضل الزملاء. كلنا نعرف أن الأبحاث العلمية جزء مهم ورئيسي ومن الواجبات الرئيسية التي تقوم بها الجامعات، وهو معيار أساسي في مقياس التقييم. الجامعات تقيم على عدد الأبحاث التي تصدرها وليس على عدد الخريجين أو عدد الكليات، وكذلك الأبحاث العلمية جزء مهم ورئيسي من مقاييس ترفيع الأساتذة في الجامعات، لذلك يجب أن يشار مباشرة إلى الأبحاث العلمية في هذه المادة. وشكرا سيد الرئيس. شكرا. بركات العبادي. شكرا سيد العبادي. شكرا سيد الرئيس. الحقيقة أن هذا القانون أحسنت صنعاً الحكومة التي قدمت مثل هذا القانون المحكم، كما أنني أشيد بكل الإضافات التي قدمتها لجنة التربية والتعليم. كما التي قدمتها لجنة التربية والتعليم. ولي هنا بعض الملاحظات على المادة الثانية، مثلاً في تعريف الجامعة. كنت أتمنى لو أن هذا التعريف إضافة الدرجة الجامعية الأولى فأكثر، وشطب درجة جامعية. هذا أول مقترح. المقترح الثاني وهو على العميد. يقول النص عميد الكلية أو المعهد، وهنا أضيف أو شؤون الطلبة، أو شؤون الطلبة ثم أو عميد شؤون النشاط الجامعي، ثم أضيف أيضا أو عميد أو أي عميد في الجامعة. أما المالك فإن هذا التعريف قد أغفل الجامعات الرسمية، ولذا إضافة بسيطة هنا في بداية التعريف
أي جهة رسمية أو أي، إلى آخر النص. شكراً سيد الرئيس. شكراً لك دكتور مصطفى العسل. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة المادة الثانية فيها أكثر من إشكالية. التعريف عميد شؤون الطلبة، عميد النشاط الجامعي. أنا أسأل عن أي نشاط، أي نشاط في الجامعة سواء محاضرة أو ندوة عامة أو ندوة متخصصة هي نشاط جامعي. فهل يعقل أن يكون لهذا عميد يسمى عميد النشاط الجامعي؟ المعروف أنه عميد شؤون الطلبة، عميد كلية الهندسة، هكذا هي العمادة. أما النشاط الجامعي بالمفتوح أنا أقترح أنها، أنا أرى أن هذا غير صحيح. الصحيح أن نسمي عميد شؤون الطلبة، هذا أولا. ثانيا تعريف الجامعة. التعريف هنا في هذه المادة أن الجامعة مؤسسة رسمية أو خاصة تمنح درجة جامعية. في المادة السادسة ألف الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي وتنفيذ سياساته. حقيقة اللجنة وافقت على هذا التعريف الجاي من المشروع وشطبت فقط كلمة أهداف. أنا أرى هناك تضارب بين المادة الثانية والمادة السادسة. المادة الثانية جاءت فيها مقتضبة جدا، المادة السادسة التعريف للجامعة جاء أحسن وأوضح، ولذلك أقترح بأن يكون التعريف هو الذي ورد في المادة السادسة وشطب ما جاء في المادة الثانية. شكرا. ديما طهبو. شكرا سعادة الرئيس. تقريبا هو نفس الاقتراح للزميل الدكتور مصطفى. العميد يعني لا أرى أن هناك ذكر أو داعي لذكر عميد النشاط العلمي خصوصا، لأنه في عميد مثلا عميد البحث العلمي، عميد شؤون الطلبة. ولذلك اقتراحي المحدد يقول عميد الكلية أو المعهد أو الأقسام الجامعية الأخرى، وهذا بهذا نشمل كل العمداء سواء نشاط أو غير نشاط. شكرا سعادة الرئيس. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس هناك ملاحظة تهم كل مواطن في هذا الوطن العزيز. مثال على ذلك معالي الرئيس، قبل أيام ذهب مريض إلى طبيب العظام وأخذ منه 200 دينار أردني مقابل إعطاء إبره لكي معاليك لو سمحت. رحت أنا وسألت عن الإبرة هاي يا إخوان، وجدتها بنص دينار. أم 200 دينار طبيب العظام أعطاها للمريض 200 دينار، وهناك دواء تشتريه الحكومة بدينارين وهو للضغط دينارين، هيو شراء الموحد دينارين، بينما يباع بالصيدلية ب 26 دينار ونص هذا الدواء. وهناك دواء ب 210 دنانير، ب 210 دنانير جابوا أخو المريض ب 45 دينار من نفس المستودع في فرنسا. وهناك دواء بدينار ويباع بالصيدلية ب 38 دينار على الرف، وهذا الدواء عندما تشتريه الحكومة بالشراء الموحد يعود جزء منه ويباع لنفس الصيدليات اللي هو باخذ الموظف، بعض الموظفين اللي ما بيخافوش الله، وبروح تبيعه للصيدلية. أطلب من الحكومة ضبط هذه الأسعار ومراقبة هذه الأسعار التي تهم كل مواطن وكل مريض يعيش على أرض هذا الوطن. وأطالب المجلس الموقر أن نقوم بمناقشة عامة لرفع الأسعار الظلم على المواطن الأردني. شكرا. خليل عطية يا اخوان. اعطيك بس. يا دكتور ابو فراس. يا دكتور. والله يا سيدي. خليني اشتغل على هذا القانون واطرحه حسب ما هو مطروح جدول العمل. يا اخوان. شو الحرام؟ المجلس لم يطلب مناقشة حول هذا الموضوع، أنتم تريدوا أن تودوا رسائل لمرضى خاصين فيكم، هذا ليس عمل تشريعي. أنا إذا أخي محمد أنت وزملائي والكتل الموجودين، إذا هنالك موضوع تروا أنه مناسب وطارئ جدا سأفرد له لجنة بالحال، لكن تقدموا حسب الأسس بالنظام الداخلي. اليوم إذا احنا بنفوت بتشريع المادة 2 ونتحدث عن الدواء هذا حقه 17 يورو وهذا 26 دينار، هذا كلام يجب أن لا نصل إلى هذا المستوى من التشريع. السيد خليل عطية. ساعة
سعادة الرئيس والله اني احترم كلامك، ولكن والله اللي حكاه فواز صحيح بالمية، واللي حكاه المطر مطر 100%. كله صح، ما ناس من كذا. البندوره يا سيدي بدهم يحطوا عليها الصحاحين، بدهم يحطوا عليها ضريبه. انا سيدي بس حكون اقتراحاتي، وانا بتضامن مع المواطن الاردني اللي لسه ما تطبقش القرار وبدا الشارع يغلي، وانا بطلب من دوله الرئيس ان يعيد حساباته في ارتفاع الاسعار قبل ان ينفجر الشارع. الامور خطيره جدا، وانا اسحب كل اقتراحاتي، انا اسحب كل اقتراحات عندي في 30 مقترح في هذا القانون، واقول المواطن الاردني اهم من التشريع واهم من ما نكون فيه. شكرا. حتى مشان ما يصير في رأي، هل يرغب المجلس بان تكون الجلسه القادمه يوم الاحد هي جلسه رقابه عامه حول موضوع او موضوعين مشان نحدد العمل؟ الدواء والاسعار اتفقنا. انا سارفع هذا الجلد عليك يا اخوان في 50 موضوع يا ست وباء. طيب ماشي، حطوا انتوا عريضتكم الان وانا سارجع على جدول الاعمال. الان اعتبروا الجلسه القادمه هي جلسه رقابه على حول مواضيع انتوا تديروها. خلينا نذهب الى تشريعنا. السيد عبد المنعم العتاد. بما انه تحدد جلسه الان بدنا نمشي باقتراحاتنا بالسير. يعني اذا تكرم. انا بس بدي اتحدث عن، وهون استرعي الانتباه الى مساله. اجى بالتعريفات بقول المالك اي شركه او جمعيه تملك، اذا هاي تتحدث عن الجامعات الخاصه. الجامعات الخاصه تنشا استنادا الى قانون الشركات. تيجي تعريف الهيئه بتقول مجلس اداره الشركه او هيئه المديرين. اجت اللجنه شو قالت؟ اللجنه ضافت كلمه مؤسسه على تعريف المالك. بينما الهيئه تتحدث عن مجلس اداره وهيئه مديرين. المؤسسه يا اخوان بحسب تسجيل المؤسسات الفرديه وحسب قانون الشركات المؤسسه ما لها مجلس اداره وما لها هيئه مديرين. فهذا ينطبق على الشركات ذات المسؤوليه المحدوده وشركات المساهمه العامه والشركات الاخرى. وبالتالي ويا اخوان القانونيين يعني دققوني شو بحكي، انه اضافه كلمه مؤسسه هون حشو غير موفق، وتذهب بالمعنى الى معنى اخر، لان تعريف الهيئه انحصر على مجلس الاداره وهيئه المديرين، وهذا ينطبق فقط على الشركات ذات المسؤوليه المحدوده والشركات المساهمه العامه حسب قانون الشركات. فإضافة كلمة مؤسسة خطأ فادح في التعريف، فبالتالي يتوجب شطب ما ذهبت إليه اللجنة بإضافة هذه المؤسسة كلمة مؤسسة، لأن مؤسسة فردية إلها مالك المؤسسة بروح يسجلها واحد شخص واحد. فبالتالي هون المقصود بالمعنى نتحدث عن تأسيس أو شركات غير المؤسسات الفردية، وبالتالي إخواني نتوجب شطب الإضافة التي ذهبت إليها اللجنة بإضافة كلمة مؤسسة لتعريف المالك وتعريف الهيئة، هون ضرورة سيدي. طيب شكرا. سيد رئيس اللجنة. وتعريف الهيئة، هون ضرورة سيدي. طيب شكرا. سيد رئيس اللجنة. تفضل دكتور. دكتور بدك تحكي دكتور مصري. صاحب السعادة شكرا جزيلا على ملاحظات الزملاء الأكارم حول المادة الثانية، وفعلا جميع الملحوظات اللي أوردوها الزملاء وردت أمام اللجنة، علما بأن اللجنة تعمل على هذا القانون منذ أكثر من شهرين، وقد استمعت إلى رأي جميع الخبراء في مجال التعليم العالي وإلى رؤساء الجامعات سواء داخل مجلس النواب أو حتى خارج مجلس النواب. وللأمانة جميع ما أثير تحت هذا القبة أيضا أثير أثناء المناقشات. أولا فيما يتعلق بالتعريف الذي اقترحه الزميل سعود أبو محفوظ، يعني هذا لا يرد عادة في التعريف، فالتعريف واضح هي مؤسسة التعليم العالي. اما موضوع التمتع بالاستقلال التام والحريه الاكاديميه فهذه ورد عليها نصوص صريحه في مواد اخرى عندما تتحدث عن الجامعات.
موضوع تعريف العميد ايضا تعريف العميد موضوع النشاط الجامعي ويشمل البحث العلمي وايضا يشمل شؤون الطلبه، وقد اثير هذا الموضوع. ولذلك نحن في الجامعات العماده اما ان تكون عماده لكليه او عماده لمعهد او ان تكون عماده لنشاط جامعي ما في كليه، فالنشاط الجامعي يشمل البحث العلمي ويشمل ايضا شؤون الطلبه. الزميل بركات يتحدث عن الدرجه الجامعيه الاولى مع وجهه هذا وجهه النظر هذه، لكن قد نقوم بتاسيس جامعه للمنح فقط دراسات عليا، وبالتالي درجه جامعيه وردت على اطلاقها فالمطلق يسري على اطلاقه ما لم يرد شيء يقيده. الزميل العودات يعني اتمنى ان يسحب عبارته خطا فادح، المشرع لا يلغو فعنده ولا يخطئ، وانما قد يكون هناك سوء في الصياغة القانونية. نحن عندما أضفنا كلمة مؤسسة لم نضفها عبثا، الحكومة أصرت على أن لا تورد كلمة مؤسسة في التعريف، لكن نحن في لجنة التربية والتعليم أضفنا هذه المؤسسة لفظ المؤسسة ونقصد ذلك، لأن الشخص من الناحية القانونية إما أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا، وعندما نتحدث عن الأشخاص المعنوية نتحدث عن الشركات، نتحدث عن الجمعيات، ونتحدث عن المؤسسات أو الكوربوريشن ليس بمفهوم المؤسسة الفردية التي يتكلم عنها الزميل. وبالتالي من الممكن لأي مؤسسة في المستقبل أن تؤسس جامعة خاصة، ولذلك أنا ما بشرع فقط ما بشرع للماضي لتغطية حالات موجودة، أنا بشرع للمستقبل، وبالتالي قد يكون لمؤسسة الضمان الاجتماعي في المستقبل طروحات أنها تقوم بتأسيس جامعة، فلذلك إضافة كلمة مؤسسة كانت بقرار وبالإجماع من قبل لجنة التربية والتعليم، لذلك أتمنى من الزملاء تبني قرار اللجنة وشكرا. سيد خالد رمضان. زميلات زملاء، بعد التأكيد وشكر المجلس على أنه لأول مرة في الدورة الحالية أن تكون جلسة رقابية الأحد القادم، أقول هنا بقانون الجامعات الآن ينظم عمل كل الجامعات، في متن القانون هناك ذكر لأكثر من مرة مجلس الجامعة، مجلس الجامعة بالتعريفات، في نص عن المجلس أنه مجلس التعليم العالي، مجلس الأمناء، ولذلك إن تم الإبقاء أستوضح من رئيس اللجنة لجنة التربية مشكورين على جهودهم، هذا النص ما دام بيعمل في الجامعة بالتعريفات لازم باعتقادي يكون له تعريف واضح ما هو مجلس الجامعة بوجود مجلس أمناء وبوجود مجلس تعليم عالي. شكرا. شكرا لك. عبد المنعم نقطة نظام. أنا سعادة الرئيس بس مشان تكون الصورة واضحة. تفضل. التعريف المالك حتى ينسجم مع تعريف الهيئة، هنا الانسجام يجب أن يتم بين التعريفين، لماذا أنا بقول إيراد كلمة مؤسسة في تناقض مع تعريف الهيئة؟ تعريف الهيئة بقول مجلس إدارة، المؤسسة ما فيها مجلس إدارة. لأنه هاي بتنشأ من شخص واحد المؤسسة. وبالتالي ما في مجلس إدارة ولا في هيئة مديرين يا سيدي. إحنا بنقدر جهد اللجنة وجهد مشكورة وبذلت وعملت، ولكن إحنا الهدف منه الخروج بالقانون بأعلى درجات الجودة، ويجب أن تتنبه الحكومة لهذه المسألة، إنه قد يصير شخص واحد مؤسس يروح يسجل جامعة، فهذه المسألة في غاية الخطورة، ويجب أن الحكومة تتنبه لها. معالي وزير التعليم العالي. شكرا. سعادة الرئيس، الواقع انه سعادة رئيس اللجنة اوضح بان الحكومة كانت تعارض هذا التعديل. نعم لبعض الاسباب اللي افردها سعادة النائب العودات. شكرا. شكرا لك. خليل. تفضل اخ خليل، خلينا نصوت عليها يا اخوان المهدي. ما لك مقترح يا ابو سعادة؟ سيدي يعني اللي حكى الاخ عبد المنعم دقيق 100%، وهذا كان الصب في تعريف الهيئه والمالك، يعني كان 100% صحيح، وانا عندي يعني اضطريت اني احكي مقترحاتي وامل من اللجنه الموافق عليها، وهي الهيئه هي مجلس اداره الشركه او هيئه مديريها او الهيئه الاداريه المنشاه التي يملك الجامعه الخاصه، وبالتالي نخرج من قد ما يسبب من اخطاء قد تحصل في هذا الموضوع، وامل من رئيس اللجنه والحكومه الموافقه على هذا التعريف سيدي. والمالك يجب ان يكون اي منشاه
تملك الجامعة الخاصة ومسجلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة، وبالتالي التخوف الأخ عبد المنعم في هذا القانون في محله. شكرا. ونخرج من هذا التخوف. شكرا. شكرا سعادة الرئيس. تفضل معالي وزير العدل. شكرا سعادة الرئيس. أنا أعود على تعريف الجامعة. أعتقد أن التعريف الذي ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة هو تعريف جامع مانع ومحكم. أما الملاحظات التي أبداها سعادة النائب أبو محفوظ الحقيقة فيما يتعلق بالتمتع بالشخصية الاعتبارية والحرية العلمية فقد وردت بين ثنايا مشروع هذا القانون. المادة الثالثة من مشروع هذا القانون تنص صراحة على أن تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، كذلك الاستقلالية الأكاديمية الجامعية لغايات حرية البحث العلمي. المادة السادسة قد جاءت ووفت بهذا المطلب الذي تفضل به سعادة النائب، وبالتالي هذا التعريف في الحدود الذي ورد في المشروع محقق للغاية التي ورد فيها. شكرا. شكرا. إذا خلينا نصوت على المادة رقم 2 حسب المقترحات الموجودة. لا ما لك على هيئة صحيح. تفضل. مجلس إدارة أو هيئة مديري الجهة المالكة. مجلس إدارة أو هيئة مديري الجهة المالكة. شكرا. شكرا. إذا المقترح، خلينا أول شيء نحكي عن المادة 2 للمطلع. موافقة؟ هل يوافق المجلس على المطلع؟ موافق. الآن الجامعة سعود أبو محفوظ مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي وتتمتع باستقلال التام والحرية الأكاديمية الكاملة. وضع مع الوزير بأنه ورد في المادة. يوافق على، هل يوافق المجلس على قرار اللجنة؟ موافق. ما بعرف أنا بركات العبادي إنه الآن أحمد الرقب الاثنين المجلس. هل يوافق المجلس على قرار اللجنة؟ المجلس رفع الأيدي يا أخوان. لا هيك ولا هيك ما بزبط. موافق. مجلس الأمناء، هل يوافق المجلس على تعريف مجلس الأمناء؟ موافق. الآن المالك أو لا عفوا الرئيس، هل يوافق المجلس على تعريف اللجنة؟ موافق. العميد، الآن أحمد الرقب، إضافة عبارة أو المعهد أو الكلية أو البحث العلمي إلى نهاية الفقرة مع مقترح أحمد الرقم. لم ينجح 9 زملاء. ديما طهبوب 9 بدكم توقفوا؟ آسف. عميد الكلية ديما طهبوب أو المعهد أو الأقسام الجامعية الأخرى. من مع مقترح ديما؟ لم ينجح المقترح. بركات العباد، إضافة الجملة التالية في آخر التعريف أو شؤون الطلبة أو أي عميد في الجامعة. لم ينجح المقترح. إذا العميد، من مع قرار اللجنة برفع الأيدي إذا تكرمت؟ أغلبية. المالك خليل عطية، أي منشأة؟ ها؟ في الهيئة كنت عندي. لا المالك لا المالك ما المالك نعم صحيح. المالك اللي هو في شطب قرار اللجنة، من مع شطب قرار اللجنة؟ 3 4 5 6 7 8 9 لم ينجح 17 زميل. الآن خلي أعطي أي منشأة تملك الجامعة الخاصة مسجل وفقا لأحكام التشريعات النافذة. مقترح خليل 2 3 4 5 حتى خليل ما صوت. إذا المالك، من مع قرار اللجنة بعد أن صوتنا؟ من مع قرار اللجنة برفع الأيدي؟ أغلبية. شكرا. الهيئة، شطب قرار اللجنة عبد المنعم 2 3 4 لم ينجح
قرار اللجنه عفوا شطب قرار اللجنه عبد الله عكايري اعاده الصياغه لتصبع على نحو تاع الهيئه مجلس اداره الجهه المالكه. لم ينجح المقترح. خليل عطيه مجلس اداره الشركه وهيئه مديريها والهيئه الاداريه للمنشاه التي تملك الجامعه الخاصه. مقترح خليل عطيه. لم ينجح مقترح الاخ ابو حسين. الهيئه من مع قرار اللجنه برفع الايدي اذا تكرمتم؟ اغلبيه شكرا. ماده ثلاث موافقه بعد اولا اضافه عباره ولها بعد حرف الواو. ثانيا اضافه كلمه كما بعد عباره مجلس الوزراء. دكتور عبد الله العكايري. ماده ثلاثه أنا أرى أن يكون الحديث عن الجامعة على الإطلاق عامة أو خاصة رسمية أو خاصة، فأقترح أن يشطب أن تشطب كلمة الرسمية ثم يمضي أن تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال إلى أن تأتي عند مجلس الوزراء فيما يخص الجامعة الرسمية، ثم يمضي النص ويقول لها في الإجراءات القضائية الوكيل العام فيما يخص الجامعة الرسمية أو أي محامي توكله الجامعة الرسمية والجامعة الخاصة. يعني لا أريد أن أفرق بين الجامعة الرسمية والجامعة الخاصة في مسألة أنها شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تقاضي وتقاضى وتنيب عنها النائب العام إذا كانت عامة وتنيب عنها أي محامي إذا كانت خاصة أو عامة. وبعد ذلك سنأتي إلى شطب فقرة ولا تتحدث عن الجامعه الخاصه. احمد الرجل. شكرا سعاده الرئيس. الحقيقه في موضوع استقلال الجامعات انا اميل الى التوازن في هذا الموضوع، مع انني مؤمن بضروره استقلال الجامعات ماليا اداريا الى اخره، لكن انا اعتقد لابد من اشراف مباشر من وزاره التعليم العالي، هذا اولا. ثم إنني أود أن أتساءل مع اللجنة المحترمة، هل الاستقلال الكامل في مصلحة الوطن والمواطن والطالب؟ وأخيرا الملحوظة الأخيرة، الملحوظتان اللتان جاءت بهما اللجنة في قرارهما هما موجودتان، وبالتالي لا داعي لهما. شكرا جزيلا. مصطفى العسل. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة المادة الثالثة فيها شيء من عدم الانسجام. المادة نصت على استقلالية الجامعة ثم يأتي بعد كل الإضافات تقول بموافقة مجلس الوزراء. يعني أين الاستقلالية إذا كان مشروط بموافقة مجلس الوزراء؟ أنا أقترح أن يكون بموافقة مجلس الأمناء بدل مجلس الوزراء، خصوصا أن مجلس الأمناء قد تم تعيينه بموافقة مجلس الوزراء. هذا أنسب وأقرب إلى الاستقلالية. وشكرا. شكرا لك. رئيس اللجنة تفضل. سعادة الرئيس، الإخوة الزملاء، هو الاقتراض لا يجوز للجامعة الرسمية أن تقترض إلا بموافقة مجلس الوزراء، أما ما بقي من أحكام فلا علاقة لها بموافقة مجلس الوزراء، ولذلك قيل إضافة عبارة ولها بعد حرف الواو كما بعد عبارة مجلس الوزراء. ثم هناك أحكام أخرى في مواد لاحقة تتحدث عن الهبات والمنح والوصايا إذا كانت من مصدر غير أردني أيضا يجب أن يتم الحصول على موافقة مجلس الوزراء منها. فلذلك هذا هو السبب في ورود كلمة مجلس الوزراء بالفقرة بالمادة الثالثة. وشكرا. شكرا. إذا نصوت على المادة الثالثة شطب كلمة اللي هو مقترح السيد عبد الله العكايري، شطب كلمة رسمية بمطلع المادة ليصبح النص كما يلي: تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية إلى آخر فقرة، إضافة عبارة في حالة الجامعات الرسمية بعد عبارة مجلس الوزراء، وإضافة عبارة في حالة الجامعات الرسمية بعد عبارة الوكيل العام، كما أن الجامعات الرسمية والخاصة أن تنيب عنها أي محامي توكل لهذه الغاية. من مع عبد الله العكايري؟ ١٤ دكتور عبد الله لم ينجح. أحمد الرقب، عفوا أحمد أبعد اللي هو شطب قرار اللجنة والعودة إلى مشروع القانون. أحمد الرقب. ثلاثة. ما في. مصطفى العساف، أقترح الأخذ بموافقة مجلس الأمناء بعد مجلس، يعني وضح الدكتور أنه متى يؤخذ موقف مجلس الوزراء، أظن تكتبي ولا نطرح للتصويت؟
إذا من مع قرار اللجنة بالمادة 3 إذا تكرمت برفع الأيدي؟ الأغلبية، شكرا. المادة 4، هل الموافقة بعد شطب كلمة يقرها والاستعانة عنها بكلمة يحددها؟ أبو عماد. باء موافقة. تفضل كمل كمل. باء موافقة بعد أولاً شطب عبارة الهيئة والاستعانة عنها بعبارة المالك. ثانياً إضافة عبارة والرهن وقبول الرهن بعد كلمة الاقتراض. جيم موافقة بعد شطر عبارة بموافقة مجلس الوزراء. دال موافقة بعد شطر عبارة يصدر لهذه الغاية والاستعانة عنها بعبارة يضمن الاستقلال الأكاديمي والإداري لإدارة الجامعة. سيد أبو عماد. شكراً سيد. الحقيقة يعني في هذه المادة التي يقرها نظام، التعديل اللي ورد من اللجنة بكلمة يحددها، في المعجم الوسيط أقر النواب قانونا بمعنى صوتوا عليه ووافقوا عليه، فأنا باعتقادي كلمة إقرار أقوى وأبلغ من كلمة يحددها، ولا ضرر أن تضاف كلمة يقرها ويحددها في نفس المعنى، وبالتالي أنا مع لست مع قرار اللجنة مع كل الاحترام والتقدير، وإنما مع المشروع أو دمج النقطة الثانية. سيدي النقطة الثانية جواز الرهن، جواز الرهن أنا برأيي يشكل خطر، وأنا من دعاة إلغاء أن يكون هناك سند رهن من البنوك، لأنه اليوم البنوك أو الجامعات إذا ارتهن عقارها بده يباع بسند الرهن ويباع العقار، بينما الديون لا يباع عقارها إذا كان السكن أو مخصص للعلم أو ما شابه ذلك. فإيراد اللجنة عبارة الرهن أنا باعتقادي يضر في الجامعات ويلحق الضرر ولا مبرر له، ومن الممكن تنفيذ سند الرهن من بنك أو شيء ويخلي الجامعة من مقرها، وهذا بالتالي لا يجوز أن يكون هناك رفض. الفقرة جيم، الفقرة جيم يا سيدي، الحقيقة أقترح الإبقاء على موافقة مجلس الوزراء على قبول التبرعات. يا أخوان، موضوع مجلس الوزراء في القوانين لا يجوز التبرع إلا عن طريق مجلس الوزراء، وقد عانينا يا معالي الأخ معاناة كبيرة من منظمات المشبوهة التي تمول تمويلا أجنبي وتقتحم مؤسسات الدولة وتشكل خطر حتى تتدخل في التشريعات، وقد تدخلت منظمات في قانون ضريبة الدخل في مجلس النواب وفي مجلس الأعيان، ولذلك في قانون اليوم وضع في رئاسة الوزراء أن التبرعات والهبات أن تم الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء. ليش؟ لأن بعض الجهات التي تمول تعطي الجامعة تمويلا، وإذا أعطت تمويل، وأنا يعني مجرب على أرض الواقع مرة أعطت المعهد القضائي تمويل، فتفرض المنهاج وتفرض المعلم وتضع الخطة، ثم تستدرج الجهات الأجنبية اللي جاية من عندها لتنفيذ ما ورد في هذا التمويل. يعني التمويل غير بريء، والولاء لمن يدفع، وبالتالي مراقبة مجلس الوزراء على التبرعات أنا باعتقادي ضروري ولا يجوز حذفه لأي أمر من الأمور. كما يتعارض يا سيدي، اللجنة موصية بإلغاء هذا النص، يتعارض مع ما ورد بالمشروع نفسه، بالمشروع نفسه بالمادة 24 بنفس المشروع التي تشترط فيه موافقة مجلس الوزراء على التبرعات والمساعدات، نفس القانون بالمادة 24 بدنا نجي لها يقول لابد يشترط موافقة مجلس الوزراء على التبرعات والمساعدات. لا نريد أن يكون هناك تناقض في القانون في هذا الجانب، وشكرا. ولي وفاء بن مصطفى. زملاء بأي شكرا سعادة الرئيس. يعني أنا سأبدأ بالأخطر ثم أذهب للخطير. الأخطر باعتقادي ما انتهى إليه الزميل أبو عماد. يا أخواننا وزميلاتنا وزملائنا الأعزاء، ما وافقت عليه اللجنة خطير جدا. إلغاء موافقة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالبند الخاص بقبول التبرعات لمن؟
للجامعات الخاصة. طب الجامعات الخاصة تستثمر في التعليم، ليش احنا نفتح لها منصات لجمع التبرعات على حساب من؟ على حساب أبنائنا اللي بيدرسوا في الجامعات، وعلى حساب المناهج التي ستقدم، وعلى حساب جهات قد تأتي نعلم غاياتها وقد لا نعلم غاياتها. المؤتمن على كل هذا الموضوع هو مجلس الوزراء اللي بركبته كل القصة. مجلس الوزراء احنا بنقدر نحاسب مجلس الوزراء، احنا ما بنقدر نحاسب قطاع خاص يا جماعة، ما بنقدر نحاسبه ليش تلقى من هاي الجهة او ما تلقى. بيقول لي انا قطاع خاص وشركة ومؤسسة ومرخص حسب القانون. انا برجوكم بهذه المادة رجاء بان نعود الى مشروع الحكومة لانه الاحكم والافضل لهذه البلد، ولاننا نحن كمجلس نواب سنفقد قدرتنا على الرقابة على هذه المؤسسات التي تقدم تمويلا للجامعات الخاصة اذا ما وافقنا على ان تأخذ هذه التبرعات والهبات بعيدا عن مجلس الوزراء. اما الخطير وبرأيي بانه مهم جدا ويتناسب مع ما اطرحه دائما بقضية عدم التفويض في التشريع، انا بطلب من زملائي في المادة الرابعة ألف أقترح أن نشطب نظاما يصدر لهذه الغاية، وأن نورد بنص القانون ما نريده، لأنه هاي القضية قضية خطيرة. وإن كنا يعني هذه المسألة تحملنا بأن نضع ملحقا بهذا القانون يتضمن الشروط والضمانات التي نحددها من أجل ترخيص الجامعات الخاصة، لكن هذا أمر غاية في الأهمية يا أخوان. يعني إحنا شفنا فيه مزاجية في موضوع الجامعات الخاصة ومنح الترخيصات وإعطاء الاعتمادات لبعض الجامعات في بعض التخصصات وإغراق السوق بخريجين لا يتناسبون مع سوق العمل لأجل غايات ربحية فقط. أنا أتمنى أنه هذا المجلس يأخذ على يعني عاتق وزمام المبادرة بأن يضع الشروط والضمانات ضمن هذا القانون، وليس يترك ذلك لنظام يصدر من مجلس الوزراء. وأذكركم بمسؤوليتكم في المادة جيم. شكرا. 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 صدق حباش. بعطيه سيدي انتو خلونا انا اللي بتابع كل الاخوان، وزير العدل يعني في وزير تعليم عالي وفي وزير عدل وفي متداخلين، خلينا نسمع المتداخلين مشان ايش بدك تبدي يعني ما سمعت متداخلين. والله بختلف. 30 متداخل الان موجودين هنا، اسمعهم وبعدين جاوب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اشكر رئيس المجلس على تخصيص جلسة رقابية لمناقشة الاسعار، وأود إيصال رسالة فقط إلى هذه الحكومة. الشارع يغلي ولا نعرف تبعيات عملية النزول إلى الشارع. والله إني أنا خايف على البلد قسما بالله، وأحذر هذه الحكومة من ذلك، حيث تتحمل حكومة الملقي المسؤولية الكاملة عن ذلك، ويجب أن تتراجع عن عملية رفع الأسعار. وشكرا لك. شكرا لك أحمد رياق. ما حددنا لجنة، يعني خلونا في صلب موضوعنا إذا تكرمت. شكرا سعادة الرئيس. الحقيقة هناك ملحوظات طفيفة الفقرة ألف. ولا تخلي بقرة شو طفيفة ولا مخلي بقرة غير نذكر عليها. خيرا إن شاء الله. تنشأ الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على طلب مقدم من المالك إضافة أو مجموعة من المالكين إلى آخر الفقرة. ثم إني أقترح شطب الكلمات الأخيرة للمادة لأنها تدخل ضمن النظام المعدل، وإن كنت قد التفت إلى ملحوظة الدكتورة وفاء فهي مهمة في هذا الصدد. ثم في فقرة باء أخالف قرار اللجنة مع البقاء على النص الأصلي مع شطب جملة وحق الاقتراض فيها زائدة. أخيرا في فقرة جيم أنا مع دمج جيم مع فقرة باء، وأتفق تماما مع أستاذي أستاذ صالح الأرموطي في موضوع ضبط إلا بموافقة مجلس الوزراء في هذا الشأن. وشكرا لسعادتك. شكرا لك دكتور عبد الله عكايد. المادة الرابعة. نعم. فقرة إعادة صياغتها على النحو التالي حتى نخرج من يحدد أو يقر. تنشأ الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على طلب من المالك ووفقا لنظام يصدر لهذه الغاية، على أن يصدر قرار إنشاء
خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ تقديم الطلب. شكرا. شكرا لك. بركات عباد. شكرا سيد الرئيس. مادة 4 فقرة ألف أقترح شط الجملة من بداية يقرها وحتى كلمة لهذه الغاية ويضاف النظام الذي ينظم العلاقة بين الهيئة والجامعة. أما الفقرة ب الإبقاء على نص الفقرة دون تعديل كما جاءت في مشروع القانون. الفقرة جيم شطب جملة بموافقة مجلس الوزراء وإضافة وفقا لأحكام هذا القانون. الفقرة دال الإبقاء على النص الأصلي كما جاء في مشروع القانون. شكرا سيد الرئيس. خليل عطية. شكرا سعادة الرئيس. أنا بس عندي اقتراحين في هذه، يعني اللجنة الكريمة أضافت الرهن وقبول الرهن. طب مش من الأفضل إنه مجلس التعليم العالي يكون على علم بذلك، يعني قبل ما هذه الإدارة تخضع وترهن وتقبل الرهن، مش مفروض التعليم العالي يكون بالصورة في هذا الموضوع؟ هذا واحد. الموضوع الثاني، شطبت اللجنة الكريمة موافقة مجلس، يعني تتلقى الهبات والمساعدات وشطبت موافقة مجلس الوزراء. يعني بدي من اللجنة تروح على المادة 10 لام ونقرأ شو مكتوب. المادة 10 لام قبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصائف والوقف، شريطة أخي مصلح، شريطة موافقة مجلس الوزراء. فأنت خليتها هيك وشطبتها من هناك، لا يستقيم النص. أنا فاهم إنه هاي التبرعات الأجنبية، بينما يعني ليش تفرق؟ لذلك ما تفضل به أستاذنا وربنا أبو عماد ووفاء صحيح 100%، ويجب الإبقاء على أن هذه الهبات وهذه المنح يجب أن تكون في موقف مجلس الوزراء. أسلم وأفضل، وأنا أتوقع يعني ليش نشيلها؟ طيب شكرا سعادة. كريم عبد الوهاب بعطيك. شكرا معالي الرئيس. ايضا ملاحظتي على الفقره ب في هذه الماده، ذهبت اللجنه الكريمه الى شطب للهيئه والاستعاضه عنها بعباره المالك. طبعا هي ربطت انه الهيئه هي التي حق التملك وحق الاقتراض والرهن كما اضافت اللجنه طبعا في التعديل. هلا فيما يتعلق في تعريف الهيئه في الماده 2، هي التي تملك الجمعيه الخاصه، وبالتالي هناك عاده مسؤوليات قانونيه، ومن ضمن هذه المسؤوليه القانونيه اللي هي حق الاقتراض او حق التملك والى اخره. لذلك ما ذهب إليه مشروع القانون بإعطاء هذه المسؤولية القانونية سواء بالرهن أو بالاقتراض أو بالتملك للهيئة، لأنه هناك أيضا آلية معينة في إجراءات الهيئة ومجلس الإدارة وإلى آخره. لذلك اقتراحي تحديدا أن تكون هذه المسؤولية القانونية بحق التملك وحق الاقتراض للهيئة كما وردت في مشروع القانون، فأقترح شطب قرار اللجنة في موضوع الهيئة والعودة إلى المشروع. شكرا. رائد الخزانة. شكرا. أنا ملاحظاتي يمكن بتتوافق مع ملاحظات الزملاء، كأن كلنا متفقين على نفس الملاحظات. الشيخ واحد بالضبط. الإبقاء على كلمة الهيئة كما وردت في مشروع القانون، لأن مجلس الإدارة صراحة أقدر على الاقتراض والرهن والقبول، وهذا يتوافق مع مبدأ فصل الإدارة عن رأس المال. عادة المجالس بتكون أقدر على اتخاذ القرارات المالية، لذلك أنا بقول إنه مشروع القانون يعني كان أصوب في موضوع إنه الهيئة هي اللي تتخذ القرار. أما المادة جيم فأنا مع الإبقاء على عبارة بموافقة مجلس الوزراء، لأن المنح والوصايا والهبات إذا كانت من مصدر غير أردني فأتوقع إنه مجلس الوزراء هو أقدر على تفنيد و معرفة المصادر للتمويل، فأنا بتفق مع آراء معظم الزملاء في هذا الطرح، وأتمنى أن تأخذ اللجنة موقرة بهذه الآراء. شكرا سيدي. شكرا فيصل. شكرا. حقيقة أنا كنت بدي أحكي بجيم بس، لكن أثارت اهتمامي الزميلة الدكتورة ريم أبو دلبوح عن باء. يعني الرهن وقبول الرهن
غير الاقتراض. مشكلة أنا بدي أحكي من الواقع العملي. من الواقع العملي في أكثر من جامعة خاصة صاحب الأسهم الكثيرة كان يعمل احتيال على بقية المساهمين من خلال الرهن لزوجته أو لأقاربه أو لأصوله أو لفروعه حتى يتحايل على باقي الشركاء. ولذلك أنا لست مع التعديل الذي جاءت به اللجنة في باء. فيما يتعلق بجيم، أخطر شيء أن نشطب موافقة مجلس الوزراء. يجب الإبقاء على موافقة مجلس الوزراء، لأن مجلس الوزراء هو ضمانة حتى لا تأتي منظمات مشبوهة أو جهات ربما تكون صهيونية أو جهات معادية للبلد وتقدم تبرعات لهذه الجامعة وتكون هذه الجامعة رسولاً لهذه المنظمات المشبوهة. أضمن شيء أن نبقي على موافقة مجلس الوزراء في هذا الموضوع، وهي موضوع خطير. إذا شطب أنا بعتقد أنه خطير جداً، ويعني هو مغلف بأنه بدنا استقلالية للجامعة. البلد مش سايبة كمان، يعني استقلالية للجامعة هذا قانون، هذا قانون يحدد الإجراءات التي تنشأ بها جامعة خاصة وكيف تكون هذه الجامعة الخاصة. أما أن تقبل الهبات والتبرعات والوصايا من جهات لا نعرف مصدرها ولا حدا بيطلع عليها، لا، خلي مجلس الوزراء ضمانة وطنية لهذا الموضوع. ولذلك من الخطورة بمكان، أرجو أن أنبه، ولو أنني أحترم اللجنة وأحترم رئيس اللجنة وأعضائها جميعا، لكن أرجو أن ينتبهوا إلى خطورة شطب مجلس الوزراء من هذا الموضوع والإبقاء على موافقة مجلس الوزراء. وشكرا. سيد رئيس اللجنة، ممتاز. هلا يعني للأمانة نص ساعة بعد نص ساعة، أنا وزملائي أعضاء اللجنة سعيدين جدا بمداخلة الزملاء وبحرصهم على قانون الجامعات الأردنية. للأمانة أنا أتفق مع جميع الزملاء في كل ما طرحوه في يا أخوان، يعني إلكم مداخلات، أنا ما قلت أنا هنا المداخلات، نسمع للرئيس في 10 مداخلات ونعتبر. لأنه في مسألة يجب أن توضح يا رئيس الأخوة الزملاء. اللجنة عندما بالفقرة جيم عندما شطبت بموافقة مجلس الوزراء هي لا تريد انها تفتح الحبل على الغارب فيما يتعلق بالهبات والمساعدات والتبرعات من جهات اجنبيه. في الصياغه التشريعيه الوارده بالفقره جيم، من يقرا الفقره جيم بصياغتها كما جاءت من الحكومه، حتى لو ان الجامعه الخاصه بدها تروح ترفع دعوه قضائيه لازم تاخذ موافقه مجلس الوزراء. هذه الصياغه. فلذلك نحن شطبنا بموافقة مجلس الوزراء لأنها معطوفة على كل ما سبقها، يعني كل شيء بدنا نروح على مجلس الوزراء، وخاصة وأن هذا الحكم قد ورد صراحة بالمادة 10 على لام من نفس القانون، المادة 10 على لام من نفس القانون نص صريح أبو فيصل بيقول فيما يتعلق بالهبات والمساعدات إذا كانت من مصدر غير أردني هي بموافقة مجلس الأمناء بالجامعة سواء جامعة رسمية أو جامعة خاصة، لكن يجب أخذ موافقة مجلس الوزراء عليها. فلذلك الصياغة بهذه الطريقة ستجعل الجامعة الخاصة خاضعة لمجلس الوزراء في كل ما تقوم به، وكذلك الحال السبب في التعديل الذي أجريناه على المادة 3. لذلك أنا أتمنى أن نأخذ قرار اللجنة كما جاء، لأن كل المحاذير التي طرحوها الزملاء هي معالجة بالبند لام من المادة 10. وشكرا. عبد المنعم العودات. بالخير بالخير. أولا شكرا سعادة الرئيس. أولا بتفق مع الأخت ريما قدلبوح بالبند باء، الإبقاء للهيئة وللمحاذير اللي تفضل فيها معالي فيصل وتفضل فيها الأخوة، أن تبقى للهيئة وأن لا تبقى للمالك حتى لا يساء استخدام مثل هذه الصلاحية من قبل المالك ويضر ويلحق إضرارا بها. المادة جيم، وهنا نتحدث عن التمويل الأجنبي الذي طالما تحدثنا عنه سابقا وحذرنا منه. الإبقاء على صلاحية مجلس الوزراء هي مسألة في غاية الأهمية، وهو ممارسة لسيادة الدولة، وهي صاحبة الولاية العامة، وهي اللي بتعرف شو كل قرش بيدخل وكل قرش بيطلع. يعني هذا مظهر من مظاهر سيادة الدولة، إني أنا كمجلس وزراء أعرف شو كل شيء بيدخل لأي مؤسسة داخل البلد. هون أنا بدي أنبه وأقول للجنة وأقول للحكومة، اطلعوا على المادة 10 فقرة لام،
هون بتقول لك حذرت وقالت ما بصيرش اقبل مساعدات خارج اردنيه غير اردنيه الا بموافقه مجلس الوزراء، وهون تركت على اطلاقها. طيب انا كيف بدي اوفق بين النصين؟ انا بدي توفيق ما بين النصين، اما بضيف اذا كانت مصدر غير اردني لاخر الماده تتوافق مع الفقره لام من الماده 10، فقره لام من الماده 10، وهون يتم التوفيق اذا كان مصدر التمويل او المساعده غير اردني، بحيث هون لذلك اما الابقاء على مجلس الوزراء او اضافه اذا كان مجلس الوزراء اذا كان مصدر اللي هو غير اردني. بالنسبه للفقره د اللي هي تنظم العلاقه ما بين الهيئه والجامعه بنظام يصدر لهذه الغايه، جاءت اللجنه شو بتقول؟ واضافه عباره يضمن الاستقلال الاكاديمي والاداري لاداره الجامعه. طيب ما هو خلينا نقرا الفقره جيم شو بتقول؟ جيم بتقول انه تتمتع الجامعة العامة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري منصوص عليها بالفقرة جيم. إذا هذا الضابط هو الذي سيحكم النظام الذي سيصدر، وبالتالي إحنا هون ضمننا النظام الذي سيصدر بموجب الفقرة جيم، وبالتالي الإضافة بالفقرة د ليس لها مبرر، ليس لها مبرر لأنها موجودة بالفقرة جيم، وبالتالي النظام الذي سيصدر سيمتثل الى الماده جيم. فانا يعني اغلب انا شايف في توافق ما بين كل المقترحات فيما يتعلق بالباء وجيم ودال. انا اشوف في توافق عليهم يعني كلهم. ففي توافق شايف بالمجلس. ماشي. نقطة نظامك بس. شكرا. حقيقة انا بس بعطيك الرد. بعطي بس نسمع نقطة النظام وبعطيك. على نقطة النظام لأنه يا أخوان إذا سمعت يا ريت يسمعني سعادة رئيس اللجنة والأخوة، يعني حق التقاضي موجب المادة 101 من الدستور مكفول، لو النص 100 نص إنه حق التقاضي بده إذن بده شيء من مجلس الوزراء ومن غيره كان قلنا، لكن هذا حق التقاضي شيء مقرر دستوريا ولا يجوز مخالفة الدستور في أي نص قانوني. إبرام العقود أيضا للشخص الطبيعي أو الشخص العادي أن يبرم ما شاء من العقود الموافقة للقانون. أما قبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا فيجب أن يكون عليها مجلس وزراء، لذلك تعديل النص بكلمتين ولها بهذه الصفة إجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك حق التقاضي وإبرام العقود فاصلة، أما قبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا فتكون بموافقة مجلس الوزراء، وننتهي من القصة، يعني نحط إما بعد كلمة إبرام العقود ونحط فتكون بعد كلمة الوصايا تنحل القصة. تفضل أخ رئيس اللجنة. تفضل. معنا الرئيس يعني انا هي النص امامي، احنا مشكلتنا من حيث المبدا احنا متفقين كلنا على الهدف، لكن معنا اخ ابو فيصل اخواني الاعزاء الصياغه التي جاءت بها الحكومه تحتمل شيئا واحدا في التفسير الواضح للنصوص ان مجلس الوزراء سيسيطر على كل الجامعات في كل شارده وواردة. معليش يا ابو فيصل يا اخوان اسمعوا يعني اخواني خليني انا سمعت كل الاخر وانا متفق على صياغه الهدف، لكن نحن نتحدث عن شخصيه اعتباريه للجامعه الرسميه، بنقول الماده 3 تحدثنا عنها ثم نتحدث في الماده 4. اولا فيما يتعلق بلفظ يحددها، الذي يحدد ماذا؟ يحدد الشروط والضمانات، يعني مو يقلها فقط مجلس الوزراء يجب ان يصدر نظام، هذا النظام يحدد الشروط والضمانات. الان لما اتحدث عن موافقه مجلس الوزراء ارجو من زملائي الاستماع الى النص جيدا. النص بيقول مع مراعاه احكام الفقره باء من هذه الماده تتمتع الجامعه الخاصه بشخصيه اعتباريه ذات استقلال مالي واداري فاصل. خلينا نكمل النص. ولها بهذه الصفه اجراء التصرفات القانونيه جميعها بما في ذلك حق التقاضي وابرام العقود وقبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا بموافقه مجلس الوزراء. كيف صارت؟ مع ان الفقره لا يا ابو فيصل ما هي محسومه بالفقره لا، احنا اضيفت مجلس الوزراء فقط للاقتراض لان الاقتراض لم يرد عليه نص اخر، فلذلك هذه معالجه. هذه المساله، المساله الثانيه في قرار اللجنه، الهيئه الاداريه لا تملك، الهيئه الاداريه هم اشخاص مجلس اداره
او هيئه مديرين، مين هي اللي بتملك؟ اللي بتملك هي المالك الشركه نفسه، وانما العقل المفكر واليد التي توقع نيابه عن المالك هي الهيئه الاداريه. فلذلك من هنا هذا التعديل بتوافق مع الحكومه على الاستعاضه بكلمه الهيئه على بكلمه المالك لحسن الصياغه التشريعيه، ولان الذي يملك هو ليس مجلس الاداره وانما المالك، والذي وقع عنه هو مجلس الاداره. وشكرا. معالي ابو صالح تفضل. اخوان تدخلتوا دقيقه في. شكرا سعاده الرئيس. الحقيقه اذا ظل النص كما جاء من اللجنه اختلط الوضع وعارض الفقره لا من الاحكام. يا اخوان احنا مجلس الوزراء بنعاني كل جلسه من مؤسسات المجتمع المدني الاجنبي، بنعاني وبنفتش، ولكن بزرقوا من هون ومن هون. الاف مؤسسات المجتمع المدني سجلت في الاردن في الاونه الاخيره بالسنتين الثلاثه الاخيره. اشي خطير ما بصير يعني نحسب هذا الموضوع. وانا مبسوط على اخواني كلهم اجماعهم انه فعلا بحذرونا من هذه النقطه. يمكن اللي بيخلينا طبعا حق التقاضي وابرام العقود زي ما حكى الاخ فيصل، يعني حق بالدستور سواء كتبت هون او ما كتبت، لكن قبول المساعدات موجوده. فلذلك انت يجب، اما قبول المساعدات وكذا زي ما حكى الاخ فيصل بقرار من مجلس الوزراء، وهذا هو اللي بنقل هذا. تسمحوا يا زملاء اذا سمحتوا، يعني مع احنا الان في اعداد كثيره جدا من يا اخوي بس هكمل يا جماعه. نفس الحديث اللي بتتحدثوه هو مكرر. نقطه نظام تفضل تفضل اخ حسين تفضل. خلينا نسمع نقطه نظام. يعني انا ما شايف نقاط نظام، هو نقاش حول الماده. سيدي شكرا شكرا سعاده. الصوت مش مسموع حسين. اخ حسين شكرا شكرا سعاده الرئيس. يا زملاء دكتور مصلح يا اخوان تفضل. حسين بس رئيس اللجنه يسمعني مش انت لا، ما هو مشان يوافق ولا ما يوافق. يعني انا مضطر اني انا اطرح المقترحات اللي موجوده. خلينا نتحدث يا حسين. ممكن نقطه نظام اذا تكرمت تدخل يا ماشي يا سيدي. نقطه النظام يا سيدي تصحيح واقع ما تفضل به الزملاء الافاضل فيما يتعلق بشطب موافقة رئاسة الوزراء هو في مكانه، وما تفضل به رئيس اللجنة من أن هذا الأمر معطوف على ما سبقه هو أيضا في مكانه. لكن المقترح الذي يخرجنا من هذا التناقض سيد الرئيس هو الوقف في المادة المعروضة للنقاش، أن تقف يقف النص عند حق التقاضي وإبرام العقود نقطة، ومن ثم الفقرة لام تعالج التحوط الذي أشار إليه الماده العاشره. فمقترحي ان يشطب عجز المادي وال بجيم هذا في لام يا سيدي في موجود موافقه في اكثر من مقترح الان. اتمناه يا مصلح. اخ مصلح ممكن تعطينا تبني للمقترحات لانه سيطرح الان تصويت. سيد الرئيس انا كمقترح توافقي حتى نزيل مخاوفنا. نعم. كنا مثل ما الماده اربعه هناك حسين عند إبرام العقود نقطة، عند إبرام العقود نقطة ولها قبول نقطة، ولها بنضيف عبارة ولها قبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبة. ماشي يا اخواني يا اخوان خلينا نسمع النقطة. انا ما عنديش حاجة وصايا بموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني نقطة. بموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني. طيب يا اخوان يا اما بتجيبوا مقترحات منصوص عليها خطيه حتى نطرحها للتصويت، لانه انا الان عم بتوه قاعد. انا في مقترحات بتهم العوده الى مشروع القانون، وفي زملاء اضافوا كلمات، وفي عوده الى مشروع القانون، وفي زملاء اضافوا كلمات، وفي زملاء اضافوا لنصف النص، يعني هكذا لا يتم عليها تصويت وضوحي. اخ سليمان تفضل. شو ممكن تعيد الصياغه انت حتى شكرا معالي سعاده الرئيس مقترحك بالصياغه بس اذا تكرمت. بس دقيقه حاطط سليمان وبعطيك تفضل معالي فيصل الصياغه حاطط اطرحها سيدي. شكرا معالي الرئيس تفضل. شكرا زملائي الكرام. الحقيقه بانه الحرص الجميع هو حرص وطن، والحقيقه بانه اللجنه ممثله بالرئيس وزملاء الاعضاء قد حاولوا قدر الامكان ان نتوصل الى شيء لا يلومون عليه البعض، لكن حقيقه بانه نتوقف عند
حق التقاضي وابرام العقود، لانه التقاضي وابرام العقود يعني اذا بدك تبرم عقد بتروح على مجلس الوزراء استحاله، لكن بعد ابرام العقود ولها بهذه الصفه قبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا بموافقه مجلس الوزراء، بموافقه مجلس الوزراء. الحذر من جميع الزملاء بانه نكون امام قبول المساعدات والتبرعات من جهات لا سمح الله ان تكون مشبوهه وليس في مصلحه الجميع. شكرا سعاده الرئيس، واطلب من الزملاء هذا في جيم، انت لما تتحدث عنه هو في جيم من الماده 4. الان ما انا بقول لكم عيدوا صياغتها انتم كامل الماده بألف وباء وجيم ودال حتى تكون متكامله يا اخوان. نعم لا خلينا اعطي معتز ابو رمان وبعطيك انا مشان اخر المتحدثين او في خالد رمضان وقت. تفضل تفضل استاذ معتز. اشكرك يا سعاده الرئيس، بس بدي انوه كبدايه مع الرئيس موضوع المذكره وقع عليها 80 نائب وسلمت الى الامان العامه والتي تتعلق برفض رفع اسعار الدواء او المجلس قبل ما جاءك بعقد جلسه نقاشيه يوم الاحد، يمكن ما اخذت الخبر او انا ما ضحكتني انا بعد. لا بس معلش مع الرئيس، بس لازم انوه ان المذكر قد سلمت الى الامان العامه. متى؟ ساعه دقيقه. سلمت قبل يومين. قبل انعقاد الجلسه لم يسلم الى المذكر. لا يا سيدي انت لا عم تطلعنا عن النص، انا ما مع الرئيس سلمت السيد فراس العدوان في مكتبه. المذكرة اللي أنت وقعتها عدد من الثمانين؟ نعم. أتمنى أن تكون يوم الأحد تناقشها. طيب أنا بتمنى لأنه الجلسة بتكون طيب تعليقي على هذه النقطة مع الرئيس وعندي مداخلة بموجب النظام. سيدي أنا مع رقابة مجلس الوزراء. يعني إحنا أصبحت هذه مؤسسات تعليمية تخرج الأجيال وبنات المستقبل. لا أعلم هل مجلس الوزراء هو كيان خارج عن كيان الدولة؟ بالعكس هذا مجلس يفترض فيه الحرص على أهم المؤسسات التعليمية. يعني أحد رؤساء الجامعات لديه أبحاث مع الكيان الصهيوني، مع الكيان الصهيوني وهو رئيس جامعة وعلى مرأى الشمس وعلى مرأى الوضوح. الاستقلالية يا معالي الرئيس لا تعني أبدا أن نفصل جسم الدولة عن جسم الجامعات. يعني احنا اليوم اذا حتى يعني فصل النقطه هذه وجعلها نقطتين، شو السبب؟ انا مع ابقاء مجلس الوزراء ومع ان يكون هنالك رقابه مشدده على بالاخص على الجامعات الخاصه وعلى الجامعات التطبيقيه، وهذه رؤى صاحب الجلاله في اوراقه النقاشيه، فلماذا نحن يعني ما بعرفش بنحيد عنها يعني، معلش مع الرئيس ارجو الابقاء على الماده كما جاءت في الخلوة. خالد رمضان. خالد رمضان. يا اخوان النقاش انا بعتقد استقر على ان نضع بعد موضوع حق التقاضي وابرام العقود نقطه، وبعد ذلك ولها قبول كذا بموافقه مجلس الوزراء. قصه المال يا اخوان حتى الماده 10 لما تقول بس مالا اردنيا كمان تحت السؤال هذا الموضوع. طيب. ولذلك الان نقطة وبعديها ولا ونصوت، اقترح على الزملاء ان نصوت. مصطفى انت متوافق معهم عشان اطرح تفضل يعني كلمة أخيرة بدي منك إذا سمحت. تفضل. لا أنا المقترح يعني أذهب إلى مذاهب الزميل حسين اللي عنده إبرام العقود نقطة وتشتم العبارة بعديها وتغطى في ملحق آخر. بدون أولها ولكن أنت الآن يعني فيما يتعلق بالمساعدات والتبرعات من الجهات الأردنية. هذا بألف بألف خلينا يا اخوان انتم عم ما تكتبوا ولا مقترح موجود. انا مع مقترح الزميل خالد، مع مقترح خلص عجيز انت المتابعه معكم يا امام بالتوافق اللي انت حكيته انه توقفوا في جيم بما في ذلك حق التقاضي وابرام العقود ولا ممكن يا استاذ رئيس اللجنه او اخ واحد يتلو حتى تصوتوا عليه؟ اخ رئيس اللجنه ممكن تتلو حتى تصوتوا عليه؟ فقط بتصير الصيغه على النحو التالي: مع مراعاه احكام الفقره باب من هذه الماده تتمتع الجامعه الخاصه بشخصيه اعتباريه ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفه اجراء التصرفات القانونيه جميعها بما في ذلك حق التقاضي وابرام العقود نقطه، فقط تضاف عباره ولها بهذه الصفه الى اخر الفقره. إذا موافقين على المادة 4 بالتعديل الجديد هذا؟
شكرا لك اغلبي. يعني ابو عماد احنا اعطيناك وتحدثنا فيها سجال ساعه او اكثر، خلينا اطلع من الماده اذا تكرمت. لا خلينا دقيقه سبع بعد باربع احنا صوتنا على جيم، بس خلينا نكمل على الف وباء. باء الان باء اللي هو شطب قرار اللجنه من يعني نعم والعوده الى بالضبط اللي هو الابقاء على الماده كما وردت في مشروع القانون، يعني شطب قرار اللجنه. وباء من مع شطب قرار اللجنه؟ ما في قرار مقترح على المصلحه بدها تروح على التصويت، اذا الاغلبيه صوتوا عليه يعني بغض النظر. الان في سيدي تفضل اخي، ما انا طرحتها مرارا وتكرارا عليك اكثر من خمس تعليقات على الماده دكتور. يا ابو نعم. يا اخوان في مقترح يا اخواني بس معلش تسمعوا لي. الهيئه الان تعريف الهيئه هو مجلس الاداره وهيئه المديرين. تعريف المالك هو نفس الشخص المعنوي اللي هو الشركه او الجمعيه. الان من الذي يملك المال؟ هل هو مجلس الاداره وهيئه المديرين ولا الشركه؟ فلذلك لما جاء في تعريف الحكومه يكون للهيئه حق تملك، يعني للجماعه للناس. المفروض نفس مالك الجامعه الخاصه هو الذي يملك وليس الهيئه. فلذلك التصحيح الذي جاءت به اللجنه والتصحيح في محله من الناحيه القانونيه. والراي نفس الشيء حقهم يعني. هذا شخص معنوي. مع احترامي لكم الان وقفنا المداخلات، خلينا اصوت. انا في الف في اربعه الموافق بعد شط كلمه يقرها والاستعاضه عنها بكلمه يحددها. في اربعه الف من مع قرار اللجنه بهذا التعديل؟ من مع قرار اللجنه بهذا التعديل؟ اذا الف موافقه. بباء الابعد هو شطب قرار اللجنه وهو مقترح ريم ابو دلبوح وزملاء اخرين. من مع شطب باء اللي هو الرجوع الى مشروع القانون قرار اللجنه؟ اذا اغلبيه جيم اللي صوتوا عليه قبل مع التعديل. والان دال موافقه بطب بعد شطب عباره يصدر لها للغايه والاستعاضه عنها بعباره يضمن الاستقلال الاكاديمي والاداري لاداره الجامعه. من مع دال في أربعة مادة أربعة؟ كيف؟ وشطب لا في نعم اللي هو الأبعد اللي هو شطب قرار اللجنة في دال. لم ينجح شطب قرار اللجنة. يا سيدي يعني إذا سمحت لي الآن من مع قرار اللجنة في دال؟ من مع قرار الشطب؟ ما شاء الله إذا موافقة. شكرا لكم، معناته التعديل عليها وهي خرجنا منها بكل سلام. تفضل. ما خذ الصوت سيدي ما سامعك. تفضل. حكيت على نفس المادة في باء وجيم. أول واحد أعطيته أنت معلم. بس أنا فقط حكيت في ألف وما استكملت. أنا تفتح مادة يا سيدي، أنت يعني إذا سمحت بفتح مادة في خلل كبير سعادة الرئيس، اللي ذهب له رئيس اللجنة كلامه صحيح، المالك هو الذي يقترض، الهيئة الإدارية لا تقترض. هذا خلل سيعود لنا من الأعيان. طيب. الهيئة الإدارية لا تقترض، المالك هو الذي يقترض. آخر فاضل، صوت المجلس، خيارين، إما قبل انتهاء من مناقشة المشروع تتقدم بفتح المادة، أو سيد مكر أكمل ممكن إذا سمحت أكمل؟ ممكن إذا أمرت. إما أن تفتح المادة قبل نهاية المشروع، وإما أن تذهب للأعيان وتنتظر التعديل. هذه خيارات محددة أمامك ولا خيار أمامنا. تفضل اخي سليمان، يعني مرارا يا اخوي نقاط ظلام متكرره اليوم. شكرا سعاده الرئيس، اذا سمحت لي دكتور مصلح سيد الرئيس، احنا الزملاء مره اخرى متفقين، لكن انا بدي اقول لك في الفقره بقى اللي استعجلنا وصوتنا عليه. ما استعجلنا اذا سمحت لي سيدي. لا هو شطب قرار اللجنه اضافت ما يعرف بالرهن وقبول الرهن. مصطفى انتم صوتوا على شطب قرار اللجنه. لا احنا ما صوتنا. صوت المجلس على مقترح ريم ابو دلبوح والعديد ورائد الخزائن. سعاده الرئيس اذا سمحت سيد الرئيس الان الهيئه لنفرض المالك حق الملكيه، ما هو حق الملكيه؟ سلطة المالك بأن يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعة واستغلالا، وبالتالي قبول الرهن يكون من حق من؟ وبالتالي يكون من حق الهيئة أو المالك. طيب اخي سليمان، وبالتالي سعاده الرئيس انا اطلب من زملائي ان يتبنوا ان يفتحوا اعاده فتح الماده. شكرا بس نقاش وانتهينا منه يعني.
5. بعد 5 موافقة بعد شطع عبارة ولا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع أحكام هذا القانون. السيد عمر الغمان. شكرا سيدي. صباح الخير للزملاء، مع احترامي وتقديري للجهود اللي بذلتها اللجنة بجميع الإضافات حقيقة، ولكن كانت أغلبية الآراء بأن التعديلات اللي جاية من اللجنة يمكن لا توافق مع ما هو مطلوب، فلذلك مشروع القانون على الأغلب كان هو الأنسب وهو الأفضل. المادة الخامسة، هنا اللجنة أتت وموافقة على شطب عبارة ولا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع أحكام هذا القانون. أنا باعتقادي يعني شطب هذه الفقرة ماذا تعني؟ يعني لماذا تعني؟ وجودها يمكن يكون أفضل بالنص وأحسن وأجود للقانون، فلذلك مع مشروع القانون كما ورد من مع الحكومة. شكرا. شكرا سعادة الرئيس، وأنا أضم صوتي لصوت الباشا أبو ثامر. باعتقادي هو يعني أتمنى من وزير التربية والتعليم عبر وزير التعليم العالي الدكتور عادل المحترم وعبر الرئاسة الجليلة أن يوضح لنا خطورة إبقاء بعض الاستثناءات، يعني هذا نص واضح في مشروع القانون، لماذا نبقي يعني الحق للجامعات في أن تطبق ما دام إحنا بدنا قانون موحد للجامعات الأردنية، وكانت هاي الغاية والهدف، والغاية والهدف جدا واضحة في مشروع قانون الحكومة. إحنا بنتمنى يعني ليش قامت اللجنة بمثل هذا الأمر الذي يبقي حقا مطلقا فرديا لبعض الجامعات التي استقوت بقوانين خاصة بأنها تعمل اللي بدها اياه، معناته ليش شو الحاجه لقانون جامعات اردنيه موحد للجميع ما دام كل جامعه اي نص ما بيعجبها بتقدر هي تطبق نصها الخاص. وشكرا. رئيس اللجنه. يا سيدي حتى احسب الجدل، لانه معظم الجدل على هذا الموضوع. سبب شطب اللجنه ولا يعمل باي نص ورد في قانون اي جامعه رسميه تعارض مع احكام هذا القانون، وذلك لورود هذا النص في الماده 37 من ذات القانون، فهو تكرار لزوم ما لا يلزم. فقط هذه الماده تتكلم عن سرائر احكام هذا القانون، شطبنا الجزء الثاني فقط لوروده بالماده 37. وشكرا. شكرا لك. معالي الوزير، ارجو عدم الخروج من القاعه زملاء، في حال خروج اي زميل سترفع الجلسه، سترفع الجلسه يا ابو يزن. لن نتحمل اكثر مما احتملنا، يعني ان بدكم تقعدوا ساعه زمان تناقشوا قانون ولا نرفع الجلسه حتى ما ظل غير عيوني على البوابات. ارجو عدم الخروج من القاعه، في خروج اي زميل سترفع الجلسه. شكرا سعاده الرئيس. الواقع الشق الاول اجيب عليه من قبل رئيس اللجنه بانه النص وارد في الماده 37. اما بالنسبه للجزء الاخر من الذي اوردته سعاده النائب بني مصطفى، فالجامعات الخاصه حقيقه لا تنشا بقانون كما في الجامعات الرسميه، ولذلك لا توجد قوانين في الجامعات الخاصه. شكرا. سالي عرمود. سيدي الحقيقه انا مع قرار اللجنه، يعني اصابت عين الصواب، واللغو في القانون لا يجوز. يعني لما بيقول لي ولا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية تعارض مع أحكام هذا القانون، وتأتي في نص المادة 37 حيث أبقت على هذا النص، مادة 37 ماذا تقول يا سيدي؟ مادة 37 على الرغم من ما ورد في أي تشريعات قد تتولى الجامعة الرسمية وداخلها الغايات والأهداف، أبقت يعني أبقت على النص. أبقت على النص، ولذلك له لا يجوز تكرار النص في التشريع وإلا يعتبر له. المادة 37 غطت ما تم شطبه بقرار اللجنة، وأنا أؤيد قرار اللجنة بالشطب. شكرا لك. خاصة الجامعات خاصة. عبد الله العكري. تفضل أخ عبد الله. صوت أمامك سيدي. شكرا. حتى نخرج من هذه الإشكالية أقترح إعطاء السيارة على النحو التالي. أنا يهمني المراكز القانونية التي نشأت في ظل قوانين الجامعات وأن لا تنسخ بأي قانون جديد. النص يقول: تسري أحكام هذا القانون على الجامعة التي نشأت قبل نفاذ أحكامه أو ستنشأ بعد نفاذه، على أن لا يؤثر نفاذ أحكام هذا القانون على الحقوق والمراكز القانونية التي نشأت في ظل أي قانون جامعة سابق لهذا القانون. شكرا.
شكرا لك. بركات العبادي. استاذ بركات العبادي. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. المادة الخامسة جاءت لتبين أن هذا القانون الذي بين أيدينا هو القانون الذي سيعمل فيه في تقييم الجامعات سواء كانت رسمية أو خاصة. لذا ما جاءت به اللجنة هو زيادة بالتأكيد، والنص الذي جاء في المشروع الأصلي أيضا جيد، لكن لدي إضافة بسيطة على أن يكون النص كما يلي: تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة نشأت، من هنا التعديل، نشأت في ظل أي قانون سابق، ثم نشطب باقي الفقرة. طيب. باختصار. إذا الوفاء أنت تأيدت لك سحبتي؟ ما في مقترح. تفضل. سيدي، هل الحكومة متوافقة مع هذا التعديل؟ وإذا وافق يعني هل درسته وتأثيره على قوانين الجامعات المعمول فيها أم لا؟ هل هي موافقة على هذا النص حتى نعرف نصوت سيدي؟ لأن المفروض إنه هذا درس مع قوانين الجامعات المعمول فيها حاليا. شكرا سعادة الرئيس. وزير التعليم. تفضل. الحكومة توافق على الشطب لأنه ورد في موقع آخر وبالتالي هو نوع من اللغو في القانون. طيب. شكرا. إذا معناته من مع قرار اللجنة مع التعديل يا أخوان؟ أغلبية. مادة 6 المطلع موافقة، بعد أولا شطب كلمة أهداف والاستعارة عنها بكلمة غايات. ثانيا شطب عبارة لهذه الغاية وبما يتفق مع سياسة التعليم العالي. 1 موافقة، 2 موافقة، 3 موافقة. ب 1 موافقة، 2 موافقة بعد شطب عبارة خاصة بها والاستعارة عنها بعبارة حسب الهيكل التنظيمي والأنظمة الخاصة بها وفقا لحاجاتها التشغيلية ووفقا للموازنة المقررة. و ريما بدلبوة. فيما يتعلق ايضا في المادة 6 كان في قرار اللجنة بشطب طبعا وتقوم لهذه الغاية وبيتفق مع سياسة التعليم العالي. هذه الفقرة تتكلم عن انه الجامعة طبعا هي مؤسسة أكاديمية مستقلة وتحقق أهداف التعليم العالي بما يتفق مع سياسة التعليم العالي، لذلك لا أعلم لماذا ذهبت اللجنة الكريمة إلى شطب هذه العبارة وهي ضابط رئيسي عادة ومن ضمن الضوابط والقيود في سياسة التعليم العالي لعمل الجامعة الأكاديمي، لذلك أقترح الإبقاء بالناحية الشمولية وأدق أن يبقى كما ورد في مشروع القانون حتى يكون الضابط الرئيسي موجود في هذه المادة. وشكرا. أحمد الغريب. شكرا سعادة الرئيس. الحقيقة أولا الملحوظة الأولى أنا مع بقاء النص الأصلي في كلمة أهداف، لأن التعليم العالي ليس فقط للجامعات وإن للجامعات وغير الجامعات من الميادين، ومما يؤكد ما أقوله أن هناك إقرار من اللجنة بشطب كلمة تحقيق غايات وتقوم لهذه الغاية. ثانيا أقترح حذف البند 2 عقد الامتحانات، هذه قضية جزئية فيما أرى. ثالثا الفقرة باء، أود أن أوجه سؤالا لمعالي وزير التعليم العالي: ما هي الأنظمة المعمول بها في موضوع التعيينات في الجامعات، وهل هذا مرتبط ارتباطا كليا بديوان الخدمة المدنية؟ شكرا سعادتك. شكرا سعادة الزميل. زميل خير العطية. شكرا سعادة الرئيس. يعني آمل من أخوي مصلح، والله يا عمي الهدف أسمى وأرقى من الغاية. الغاية معناها في ربح، في مادة، في شغل شركات. أما التعليم العالي هو رسالة، ورسالة تتطلب أهداف، والأهداف أسمى من الغايات. أأمل من يعني اللجنة الإبقاء على الهدف بدلا من الغاية، كونها أسمى وأفضل، وما جاء في مشروع الحكومة هو أفضل. شكرا سعادة الرئيس. شكرا. شكرا زميل. اخواني خلونا نخلص بقية المقترحات. زميل خالد رمضان، ايش نقطة النظام؟ نقطة النظام بس سؤال. تفضل. سؤال للزميل رئيس اللجنة والزملاء القانونيين، هذه المادة من حيث الشكل موقعها خامسا ولا في نهاية القانون؟ شكرا. شكرا. زميل صالح الهرموطي. سيدي انا بقترح
انه لما يصير التوصيت مع كل التقدير والاحترام ان يعرض راي الاقتراح، لانه اربع مرات صوتوا على قرار اللجنه، قرار اللجنه هو الماثل امامها. اما مثلا اقتراحي او اقتراح اي واحد من الاخوان غاب عن ذهن، لانه في اقتراحات كثيره، فلماذا لا يتم اقتراح فلان؟ لانه كل اقتراح يختلف عن الثاني وبشكل. اما هيك اقتراح اللجنه انا باعتقادي يعني كاننا ليس بحاجه ان نتقدم باقتراح. هذه نقطه. النقطه الثانيه، الماده السادسه، انا باعتقادي تحقيق الاهداف ادق كثير من الغايات، لان الهدف تعني الغرض المتوجه اليه او المحدد او القصد من عمليه او نشاط او مؤسسه ككل، بينما غايات تعني ايضا هو الغرض المحدد او القصد من عمليه او نشاط او مؤسسه. هذا النص المفهوم، والبرجع للمعجم بقرا نفس النص، هذا النص الوارد في المعجم وبالفكره. ولذلك انا بقول اذا لابد، انا مع بقاء وشطب ما ورد في قرار اللجنه، لا يعتبر تعارض ان اقول اهداف وغايات، خاصه حتى لا يتم ان يكون غلو. اقراوا الماده 7، اقراوا الماده 27 للمشروع يا سيدي، تحقيق اهدافها وغاياتها. يعني انا بشطب هون اهداف وبحب بالمشروع بالماده 27 تحقيق الاهداف والغايات، خلينا ننسجم مع بعض، خليها اهداف وغايات وتنسجم مع هذا، او بلغي بالماده 27 الغايات وببقيها على الاهداف، ما بدنا تناقض بالنص التشريعي. شكرا. شكرا شكرا الزميل بركات العبادي. شكرا سيد الرئيس. الحقيقة أنا عندما قرأت هذه المادة السادسة وبدأت في الجامعة مؤسسة، وكأنني أمام مادة تعرف الجامعة، يعني صرفت ذهني فورا إلى التعريف، لكن وجدت أن هذه المادة تعني واجبات أو مهام أو أهداف إنشاء الجامعة، وتحددها من واحد إلى ثلاثة، وهذا أيضا نوع من التكرار. أنا اقتراحي شطب الفقرة ألف والاستعاضة عن مطلعها هي مهام الجامعة وواجباتها أو أهدافها، ثم نسمي واحد إلى ثلاثة. أما فيما يخص البند باء من هذه المادة، أقترح على الإبقاء على النص الأصلي كما جاء في مشروع القانون، لأني أرى أنه أكثر تحقيقاً من أهداف هذا المشروع. شكراً سيد الرئيس. شكراً زميل معالي الدكتور عبد الله العكايلي، تفضل. شكراً سعادة الرئيس. أرجو أن يتابعني سعادة رئيس اللجنة. المادة السادسة إعادة صياغتها على النحو التالي: الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي وتنفيذ سياساته من خلال القيام بما يلي: 1، 2، 3 كما وردت في المشروع. ب: يكون للجامعة الخاصة هيكل تنظيمي ناظم لأجهزتها الإدارية والمالية والفنية، ويتمتع أو تتبع قياداتها للرئيس، وتكون إحداثات الوظائف فيها وفق لحاجات الجامعة وموازناتها المقررة من المجالس المختصة. شكرا سعادة الرئيس. شكرا دكتور حسن، تفضل المقرر. شكرا سعادة الرئيس. دوما من الناحية العلمية إخواني الأعزاء، أن يكون الهدف قابل للقياس، الهدف يجب أن يكون قابل للقياس، ففي بعض البنود الواردة في هذه الفقرة استعرنا عنها بالغايات، لأن الغايات غير قابلة للقياس، بعكس الهدف يجب أن يكون علميا قابل للقياس. شكرا. نعم. طيب الزميل العياصر محمد العياصر، الدكتور تفضل. شكرا سيد الرئيس. سيدي، يبدو انه عدم اهتمامك لا توجد اهميه او الى اهميه كافيه للبحث العلمي في هذا القانون. البحث العلمي هو من اهم الاعمده الرئيسيه التي تقوم عليها الجامعات، وهو مصدر التطور في كل المجالات.
أن أقترح بهذا الفقر بأهداف التعليم العالي والبحث العلمي، أقترح طول القيام بالأبحاث العلمية بفقرة منفصلة عن باقي الفقرات بحيث تصبح على النحو التالي: وضع المناهج والبرامج والخطط الدراسية، القيام بالأبحاث العلمية، عقد الامتحانات، منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات. لما لذلك الدور من أهمية كبيرة جدا سيدي. طيب يا ريت تودي اقتراحك مكتوب، بس ودي اقتراحك مكتوب عشان نصوت عليه. طيب الزميل عقل الغمار. شكرا سعادة الرئيس. أنا حقيقة عند الإضافات اللي ضافتها اللجنة الكريمة سواء كان بكافة بنود الفقرة، أنا بأيد الزملاء اللي أيدوا وضع الأهداف بدل الغايات. وبالنسبة للفقرة باء اثنين أيضا، تكون الجامعة الخاصة بنية تنظيمية وإدارية وفنية ومالية خاصة بها تتبع الرئيس مباشرة. باعتقادي أنه هذه الجملة فقط هي أشمل وأدق وواسعة على كل جوانب أو كل النواحي اللي بتهم الجامعة الخاصة. العودة إلى مشروع القانون كما ورد من الحكومة بيكون أفضل. شكرا سيدي. الزميل رائد الخزائلي. شكرا زميل. الزميل رائد الخزائلي. مادة ستة لا؟ نعم. أسحب اقتراحي سيدي. الآن راح نصوت زملاء، راح نصوت على الأبعد. عفوا دكتور نظام تفضل. أبو عماد، أنا لما أقول الجامعة بدها هدف، هدف لحاله ما بكفي، الهدف بده يوصلني للغاية. الهدف يوصلني للغاية. وضحتها أبو عماد، بس حبيت أضيفها. طيب سعادة رئيس اللجنة تفضل وضح. سيدي فقط للتوضيح، إحنا عادة لما نتكلم عن التشريعات متعلقة بذات المنظومة بنحاول يصير في نوع من الانسجام في الصياغة التشريعية. لذلك احنا قرينا يوم امس مشروع قانون التعليم العالي، فاستخدمنا غايات التعليم العالي والبحث العلمي ولم نستخدم اهداف، وهذا اخذ يعني نقاش طويل داخل اللجنة في موضوع الاهداف والغايات، فاستخدمنا لفظ الغايات. وبالتالي من غير المناسب ان نغير الان في قانون الجامعات ونسمي اهداف التعليم العالي في حين تحدثنا عن اللي هو غايات التعليم العالي. فهذا كان الغاية من الخبراء اللي هم التربويين اللي كانوا موجودين في اللجنة. فلذلك أنا يعني بصر على قرار اللجنة فيما يتعلق بالتعريف بأنه الجامعة بشؤون الوظائف والغايات اللي راح يحققها التعليم العالي، وبصر أيضا على قرار اللجنة بالفقرة باء واحد. ولكن لا مانع لدي من تبني مقترح الزميل عبد الله العكاني فيما يتعلق بالبند باء على اثنين فيما يتعلق بالجامعات الخاصة. وشكرا. شكرا. مع الوزير تفضل. شكرا سعادة الرئيس. كان في سؤال من سعادة النائب أحمد الرقب عن الأنظمة المعمول بها في الجامعات الرسمية طبعا المعنية عن التعيين. في نظام لأعضاء هيئة التدريس بيحدد شروط تعيين أعضاء التدريس، وفي نظام للإداريين والعمال. الآن بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، الجامعة تقوم بكامل الإجراءات المنصوص عليها في النظام. بالنسبة للإداريين يخضع إلى مخزون ديوان الخدمة المدنية إذا توفر من يتوافق مع الشروط التي تحددها الجامعة. شكرا. شكرا. تفضل أبو حسين. بعد توضيح رئيس اللجنة فأني أسحب اقتراحي، لأننا لا يجوز أن نتناقض مع ما قررناه في قانون التعليم. شكرا سعادة. شكرا زميل. إخواني راح نصوت زملاء. في عندنا اقتراح الزميل الدكتور ريم أبو دلبوح، وهو الإبقاء على المادة كما وردت، وأيضا اقتراح الزميل أحمد الرقيب العودة إلى مشروع القانون. أبو حسين سحب الاقتراح، وفي الدكتور بركات العبادي. الدكتور بركات العبادي برضو مع شطق الفقرة في ألف. نحن الآن راح نصوت على السادس ألف. من مع اقتراح شطق الفقرة زملاء؟ لم ينجح الاقتراح. وفي عندنا كمان اقتراح نائب صالح العرموطي، وهو الإبقاء على أهداف وغايات. من مع هذا المقترح في السادس ألف؟ برضو لم ينجح المقترح. معناته من مع قرار اللجنة في السادس ألف؟ لا عفوا، في مقترح الدكتور محمد أبو ستي، إضافة إهداف التعليم العالي والبحث العلمي وتنفيذ سياساته بما يلي: وضع المناهج والبرامج والخطط الدراسية، القيام بالأبحاث العلمية، عقد الامتحانات، منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات. من مع مقترح الزميل محمد أبو ستي؟ زملاء، لم ينجح الاقتراح.
طيب ما قرار اللجنة في 6 ألف؟ قرار اللجنة سادسا باء. طول بالك معنا الدكتور، هينا باء باء سيدي انت. وفي مقترح، عفوا، في مقترح برضه للدكتور عبد الله العكايلي في ألف، في ألف إعادة صياغة المطلع على النحو التالي: الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي وتنفيذ سياساتها من خلال القيام بما يلي كما وردت في 1 و2 و3. من ما اقترح الدكتور عبد الله العكايلي زملائي؟ لم ينجح الاقتراح، ما ترجعنا الى قرار اللجنه اللي كان ناجح. طيب في باء في عندنا اقتراح من اقتراح اللي ايده رئيس اللجنه باء 2 باء 2 وهو اعاده الصياغه على النحو التالي وهو مقترح من معالي الدكتور عبد الله العكايلي: يكون للجامعه الخاصه هيكل تنظيمي ناظم لاجهزه الاداريه والماليه والفنيه وتتبع قياده هذه الاجهزه للرئيس وتكون احداث الوظائف فيها وفق لحاجات الجامعه وموازناتها المقرره في المجالس المختصه. هذا مقترح من زميل الدكتور عبد الله العكايلي وايدته اللجنه. من مع المقترح زملاء؟ أمانة يا عمي أعطونا العدد لو سمحتوا. إيش يا سيدي؟ طيب طلبت عدد يا أخوان، ما غلطت. أغلبية يا سيدي. أغلبية، الله يعطيك العافية. لا هي أغلبية، أغلبية الزملاء، ولكن حبينا نعرف العدد، الله يعطيكم العافية. طيب المادة سادساً. المادة سبعة. الموافقة بعد: أولاً إضافة عبارة وإنشاء مدارس بعد عبارة والخدمات. ثانياً شطب عبارة كما لها إنشاء مدارس تطبيقية. باء 1 موافقة، 2 موافقة، 3 موافقة، 4 موافقة، جيم موافقة بعد إضافة ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك إلى آخره. طيب الزميلة منال تمور، الزميلة منال تمور تفضلي. أعطوا الصوت للزميلي دكتورة. المادة 7 فقرة ألف: أقترح الإبقاء على المادة كما وردت في مشروع القانون فيما يتعلق كما أن لها إنشاء مدارس تطبيقية. وإبقاء إنشاء المدارس التطبيقية لماذا؟ لأن المدارس التطبيقية وجدت من أجل خدمة كليات التربية في الجامعات. فمثلاً المدرسة النموذجية في الجامعة الأردنية أنشئت من أجل تدريب الطلبة في كلية التربية، كما أن إنشاء المدارس الخاصة هو مسؤولية وزارة التربية والتعليم وليس الجامعات. وشكراً. شكراً. الزميل معتز أبو رمان. مشكور منور سعادة أبو يزن. النقطة اللي بدي أثيرها في المادة ألف، لفت انتباهي أن اللجنة الكريمة قد قامت بإلغاء أن لها إنشاء، كما أن عليها أن لها إنشاء مدارس تطبيقية في موقع جامعة وخارجه. أنا هنا أعتقد أن تطوير التعليم يحتاج إلى الموائمة ما بين التعليم الأدنى والتعليم الأعلى، وهذه حاجة ملحة لتطوير المنهج القويم والبناء. وأحوج ما نكون عليه اليوم هو بناء القدرات والمهارات التطبيقية لأبناء الطلبة، وهذا ما يحتاجه أيضا سوق العمل. فأنا أعتقد أن هذا المادة يجب أن يعني تكون إجبارية أو إلزامية على الجامعات التطبيقية أن يكون لديها معاهد ومخرجات تعليم على مستوى تطبيقي والأخص المدارس. فأتمنى من الأخوة الكرام في اللجنة توضيح السبب لماذا تم إلغاء هذا البند، وإذا كان بالإمكان الرجوع إلى ما كان عليه بالقانون الأصلي. وأشكرك يا سعادة الرئيس. شكرا. زميل مصطفى، يا ريت تكون نقطة نظام بس. شكرا سعادة الرئيس. نقطة النظام هي نفعا للقانون وفق احكام النظام الداخلي. ان لا سيدي في اذا سمحت لي، ان اذا ما اقرت كما جاءت باللجنة فهذا يستدعي اننا امام مظلتين: قانون التربية والتعليم الذي يؤسس للمدارس ويشرف عليها، وقانون الجامعات الذي ايضا سيكون في ازدواجيه في الاشراف. وهذا خطا تشريعي لا يمكن السكوت عنه. لذلك تدخلت سعادة الرئيس نفعا للقانون. المدارس، إنشاء المدارس الخاصة يحكمها قانون آخر له تعليماته وله أنظمته وله أسس قبولها.
الآن إذا ما وضعنا سمحنا بإنشاء مدارس خاصة في مظلة قانون الجامعات أيضا سيكون لدينا ازدواجية وهذا أمر غير مقبول تشريعيا. طيب شكرا زميل مصطفى واهي غير رمطة نظام، يا ريت لو أنك كان لك ملاحظة على المادة، يا ريت أنك كان لك ملاحظة على المادة، هاي مش رمطة نظام. الزميل بركات العبادي تفضل. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس المادة السابعة فقرة ألف أعطى القانون سمولا خليه يسمع زميلنا. تفضل دكتور بركات. أعطيت الجامعات حق إنشاء مدارس في موقعها ومحيطها سواء كانت مدارس تطبيقية أو غير تطبيقية، وكما أشار الزملاء فإن هذا القانون أعطى ازدواجية لا يمكن قبولها تشريعيا لأنك دخلت على اختصاصات وزارة أخرى هي وزارة التربية والتعليم، وهنا نتكلم عن وزارة التعليم العالي، لذا يقترح شطب الفقرة من نهايتها تبقى كما يلي: الجامعة للجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة إنشاء مراكز التعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وأي برامج خاصة نقطة بعد نهاية الفقرة كاملا شطب. شكرا. شكرا زميل. الزميل النائب مصطفى عساف تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء يعني أنا أعود إلى قضية التعيين في الجامعات، أطلب أن تكون التعيين يعني يصاغ قانون بحيث أن يكون التعيين مباشرة بدون ديوان الخدمة البدنية، طالما أننا مرتبطين أصلاً بما تريده الجامعات من شروط. أما بالنسبة للملاحظة على المادة السابعة، أرى أنه أقوى يعني الموجود أنه للجامعة، للجامعة صحيح، لكن الأصح والأقوى والأوضح أنه يحق للجامعة في الفقرة ألف والفقرة باء، يحق للجامعة أقوى من للجامعة. وشكراً. شكرا زميل مصطفى. دكتور صالح العرموطي، زميل صالح العرموطي تفضل. شكرا يا سيدي. شكرا. شفت اقول لك يعني احنا بنحكي عن جامعه وجامعات وخدمات واستثمارات وتدريب وتعليم ومراكز تعليم وانشاء، يعني انه ندخل المدارس بهذا المفهوم اللي حكاه الدكتور مصطفى، انا اجد لا مبرر لهذا الامر. اما الامر الاخطر واسمحوا لي اخواني في اللجنه التربية وصديقي الدكتور مصلح، الفقرة جيم، فقرة جيم شو بتنص؟ تطبق الجامعة أنظمتها وتعليماتها على فروعها، وإحنا سياستنا إنه نقلص الصلاحيات التشريعية أن نعطيها للحكومة بموجب أنظمة، لأنه في الأصل أن تستقر المراكز القانونية بقوانين ويأتي النظام لينظم ما ورد بالقانون. شوفوا إجا اللجنة، أكيد الدكتور مصلح يعني مهتم في هذه موافقة بعد إضافة ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. يعني إذا أنا طبقت الأنظمة والتعليمات الصادرة بحق للمجلس يقرر خلاف ما ورد بهذه الأنظمة، أنا إلي 40 سنة بهالمهنة وبكتب تشريعات ما مر علي مثل هذا النص أن نعطي المجلس صلاحية خلاف ما هو موجود في النظام، بسموه بلغة القانون التعسف في استعمال الحق، واستعمال الحق بدون وجه حق ومخالفة الدستور ومخالفة القانون. أنا وبقوة أدعو لشطب ما ورد بقرار اللجنة أن يكون للمجلس مخالفة على مخالفة الأنظمة. وشكرا. شكرا. شكرا. زميل معالي الدكتور عبد الله الحكالي تفضل. شكرا سعادة الرئيس. المادة السابعة إعادة صياغتها على النحو التالي: للجامعة بقرار من مجلس الأمناء وبتنسيب من الجامعة من مجلس الجامعة إنشاء المدارس التطبيقية والمراكز التعليمية والتدريبية ومراكز الاستشارات والبحوث ومراكز خدمة المجتمع وأي برامج خاصة تخدم أهداف الجامعة وتحقق غاياتها. جيم
أنا مع البقاء على المشروع أو على النص كما ورد في المشروع وليس مع قرار اللجنة. شكرا. شكرا زميل. زميل خالد رمضان. زملاء، أعيد السؤال مرة ثانية للرئيس اللجنة. لما يأتي بالقانون، مشروع القانون للجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة، بالتعريفات في عنا مجلس وفي عنا مجلس أمناء. مجلس الجامعة ليكن معروف، ولو معروف للجميع، بالقانون بالمشروع هون شو وضعه؟ من هو كيانته بالقانون؟ مجلس لا، المجلس هو مجلس التعليم العالي، مجلس الأمناء. أما مجلس الجامعة بعينه مجلس الأمناء؟ ما بعينه مجلس الأمناء، الرئيس بعينه مين مكان أن ينص. وبالمقابل كذلك أثني على شط ما ذهبت إليه اللجنة إنشاء مدارس. شكرا. شكرا. الزميلة منال دمور. سبعة باء ما حكيتي، حكيتي على سبعة ألف، خلص نفسه هو شط. شكرا. الزميلة ديمة طهبوب، دكتورة ديمة تفضلي. شكرا سعادة الرئيس. يعني هو اقتراح بسيط وتأكد من اللجنة. باء واحد للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب لها داخل المملكة وخارجها. عادة هذه المكاتب لها اسم أو يقال لها مكاتب ارتباط، يعني إذا كنت يعني محقة، فحتى تتميز عن المكاتب، لأن المكاتب عادة بتكون داخل الجامعة، إلا إذا كانت مكاتب ارتباط فهي التي تكون خارج الجامعة. شكرا سعادة الرئيس. شكرا. دكتور مصطفى نفس الاقتراح عندك. دكتور صالح العمودي حكيت مقترحات ابو زميل خليل عطيه وحسين. شكرا سعاده الرئيس. وانا مغاوت بقدر مقترحات الله يرضى عليه. لا مغاوت. انا بدي اسال رئيس اللجنه المحترم، لماذا شطب في الفقره جيم تطبق الجامعه انظمتها وتعليماتها على فروعها؟ لماذا اقحمت المجلس في هذا الموضوع؟ لماذا لا يعني فلسفة هذا القانون والأسباب الموجبة أعطت استقلالية لها، ليش بعد رجعهم للمجلس؟ يعني الحكومة أرحب منك تلعب على الجامعات، يعني وأنا لا أرضى إنه أخوه مصلح يكون يعني عرفي ونرجع الأمور للمجلس، والحكومة تعطي صلاحيات للمجالس الأمناء أن تطبق الأنظمة القانونية على الجامعة على فروعها، ولا أرى إنه أي إضافة موجودة تنسجم مع الاسباب الموجبه. شكرا سعاده الرئيس. شكرا زميل. زميل اخر اقتراح زميل عبد المنعم العداد تفضل. والله انا بدي ابدا حديثي من حيث انتهى الاخ ابو حسين. في الماده جيم من هذه الفقره جيم من الماده 7 واللي بتحكي تطبق الجامعه انظمتها على وتعليماتها على فروعها. اجت اللجنه وقالت ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. هل فرع الجامعة، هون نتحدث عن فروع الجامعات التي تنشئ، يعني هون مجلس التعليم العالي يصدر تعليمات وأنظمة مختلفة تماما عن الأنظمة اللي هي بتخص الجامعة؟ هل يعقل ذلك؟ بعرفش إذا ما هو معمول فيها. أنا بتسمع من معالي الوزير بهذه النقطة، إذا الجامعة بتطبق أو مجلس التعليم العالي بيطبق أنظمة مختلفة عن أنظمة الجامعة على فروع الجامعة، فهذا بدنا نسمعه والله من معالي. اذا 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 هذا ممكن مشان نشوف شو يعني جدوى مثل هذه الاضافه. فهل انا بقول لا يتصور هو عقلا ان تطبق الجامعه انظمه على الفروع غير نظام الجامعه الانظمه المعمول بها. شكرا زميل منعم. شكرا. فاذا معالي الوزير بيقدر يعني يعطينا جواب بهذا الموضوع. معالي الوزير تفضل. معالي الوزير المحترم تفضل. شكرا سيدي. واقع انه النص الاضافه من اللجنه، واللجنه هي التي يجب ان توضح لماذا اضافت هذا النص. شكرا. طيب يا سيدي هو جاوب. رئيس اللجنه تفضل. زميلي رئيس اللجنه تفضل. سيدي انا مستمتع جدا، يعني رغم اني ما دخلت نص الصبح، بس مستمتع في اراء الزملاء، وللامانه مستمتع لانه يعني هذا بيقول الدنيا بخير، لانه لما نكون كنا مهتمين بمؤسساتنا الوطنيه بجامعاتنا بهذا المشروع. انا بتمنى خلينا نتوافق على مساله مهمه جدا حتى نختصر، في العديد من التساؤلات اللي بيثيرها الزملاء فعلا مشروعها، حابين يعرفوا لماذا عملت اللجنه كذا.
فلو انه احنا نأتي اللجنة في البداية فقط توضح لماذا خرجت اللجنة عن مشروع الحكومة، على ضوء الزملاء قد يصروا على مقترحاتهم او يقولوا لا نعود الى مشروع الحكومة. الان سيد الرئيس اخوان الزملاء، لا جميع الجامعات عندنا بالاردن تقوم بانشاء مدارس ولديها مدارس اصلا، جامعة الاردنية، الجامعة النموذجية، جامعة مؤتة النموذجية وهكذا. لما نورد عبارة التطبيقية ونحصرها في جامعة تطبيقية، اسمحوا لي في هذا الكلام، هذا ضحك على الذهون، لأنه إحنا مش بس جامعات مدارس تطبيقية، مدارس بمفهوم المدرسة. أيهما أولى أن أعطي جامعة مرموقة بحجم الجامعة الأردنية واليرموك ومؤتة أن تؤسس مدرسة وتشرف عليها كلية التربية، ولا أعطي أي واحد معي مليونين ليرة أسس مدرسة؟ فلذلك أعطينا الجامعات بالمطلق إنشاء المدارس، لكن هذا لا يتعارض مع قانون التربية والتعليم، لأن جميع مدارس الجامعات تخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم بموجب قانون التربية والتعليم باعتبارها مدرسة بالمفهوم القانوني. الأمر الآخر، لماذا أضافت اللجنة ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك؟ الآن نحن نتكلم عن فروع جامعات، أعطينا جامعاتنا أنها تفتح فروع جوا الأردن وبرا الأردن. الآن النص شو بيقول؟ النص جاء مطلق، قال تطبق الجامعة أنظمتها وتعليماتها على فروعها. قد يكون تطبيق هذه الأنظمة أو هذه التعليمات مع الفرع المنشأ خارج الأردن يتعارض مع القوانين تلك الدولة أو مع وضع تلك الدولة. قد أنشئ أنا فرع في الأردن لجامعة في العاصمة عمان في منطقة نائية، أحياناً بعض التعليمات الصغيرة قد لا تتناسب مع وضع الجامعة، فلذلك أنا ما أعطيت صلاحية لمطلقة، وإنما تركت المجال إذا بدكم استثناء من تعليمات معينة تقدموا بطلب إلى مجلس التعليم العالي، مجلس التعليم العالي سيستثنيكم من 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 هذه التعليمات، هذا هو المقصود. فلذلك هذا استثناء، والاستثناء يقدر يعني بقدره وله غاياته، وتم المناقشة مع معالي الوزير في هذا الموضوع، وفعلا اقتنع بوجهة نظر اللجنة أن هناك جامعات قد تفتح لها فروع خارج الأردن. يعني مش معقول انه انا اقول لازم نفس انظمتي وتعليماتي اطبقها على هذا الفرع. وشكرا جزيلا. شكرا. زملائي راح نصوت على الماده 7 وراح نبلش بالابعاد حسب النظام الداخلي. اقتراح الزميله منال الدمور ومعتزه برمان العوده الى مشروع القانون في 7 ألف. لم ينجح المقترح. اقتراح الدكتور بركات العبادي زميلنا بشطب الفقرة بعد كلمة وأي برامج خاصة إلى آخرها. من معه اقتراح الزميل بركات؟ لم ينجح المقترح. اقتراح الزميل مصطفى حساف يحق للجامعة بدلا من للجامعة، تصحيح لغوي. أغلبي نجح المقترح. اقتراح الزميل صالح العرموطي شطب عبارة إنشاء مدارس بعد عبارة والخدمات، لم ينجح المقترح. اقتراح معالي الدكتور عبد الله العكايلي لإعادة صياغة للجامعة بقرار من مجلس الأمناء وبتنسيب من مجلس الجامعة إنشاء المدارس والمراكز التعليمية والتدريبية ومراكز الاستشارات والبحوث ومراكز خدمة المجتمع وأي برامج خاصة تخدم أهداف الجامعة وتحقيق غاياتها. من مع مقترح الزميل عبد الله العتاني للزملاء؟ لم ينجح المقترح. زميل خالد رمضان وضحوا لك المقترح بدك اياه. طيب 7 ألف يا اخوان، من مع قرار اللجنة؟ لم يبقى الا قرار اللجنة، من مع قرار اللجنة؟ أغلبية. 7 باء برضه اقتراح لمنال دمور زميلتنا منال دمور العودة إلى مشروع القانون. من مع مقترح 7 باء؟ هي مدني مقترحها هي. هاي أقول لك قدامي هيك خلص أوكي. مقترح الزميلة ديما الطابور بتحكوا صح. إضافة كلمة ارتباط بعد مكاتب. من مقترح اقتراح الزميلة ديما طهبوب زملائي؟ إضافة كلمة ارتباط بعد مكاتب. اللجنة كمان موافقة أغلبية ما في مشكلة. برضو من مع اقتراح نفس الاقتراح تبع الدكتور مصطفى يحق للجامعة بدل من للجامعة؟
ملمح هذا المقترح زملاء. هي لغة واحدة أكيد تصحيح مضبوط، نجح المقترح صحيح. 7 جيم زملاء هي الاقتراح، مع أن نائب صالح الأرموطي وعبد المنعم العداد والزميل خليل عطية العودة إلى مشروع القانون. في 7 جيم زملائي 7 جيم. طولوا بالكم يا اخوان، طولوا بالكم، خلي يرفعوا ايديكم. اغلبيه. طيب الماده التي تليها. مقرر. ايش؟ مين؟ المادة 8، شو المشكلة يا زملاء؟ المادة 8 يا زملاء، شو المشكلة عندكم؟ يلا قولوا يا مادة 8 مقرر، تفضل. مادة 8 ألف موافقة بعد شطب عبارة 8 أعضاء والاستعراض عنها بعبارة 12 عضوا. باء موافقة بعد شطب عبارة مرة واحدة. جيم موافقة. دال موافقة. هاء موافقة بعد شطب كلمة 10 والاستعراض عنها بكلمة 5. واو موافقة بعد شطب عبارة أو نائبه. زين 1 موافقة. 2 موافقة. حاء موافقة. طاء موافقة. طيب في مقترحات كاملة. طولوا بالكم زملاء. زميل مجحم زبور، زميلي مجحم زبور تفضل. شكرا سعادة الرئيس. يعني بداية أنا أثني وأطلق على قرار اللجنة الكريمة التي عالجت حقيقة التدخل من قبل التعليم العالي في موضوع مجالس الأمناء، وأنا أعتقد أنه أحسن صنعا هذه اللجنة الكريمة، وأنا أؤيد قرار اللجنة بكافة المواد في هذه المادة. وشكرا. الزميل رائد الخزعلي. طيب بدك ايش نخليك، مش مشكلة. ايه صاحبه؟ لا يا زلمة واحدة. تفضل زميل رائد تفضل. يعني والله أنا مش مشكلة لأنه هاي العبادة ناش عليها. تفضل. المادة 8 ألف أنا مع العودة إلى مشروع القانون، لأن زيادة عدد الأعضاء يعني أنا مش شايفين له داعي ضمن الأزمات اللي تتعرض لها الجامعات الآن، فعدد 8 أتوقع أنه عدد كافي يعني بيخفف الأعباء على الجامعات. بعدين باء العودة إلى مشروع القانون لإبقاء على عبارة لمرة واحدة، لأن شطب هذه العبارة تبقي مدة العضوية مفتوحة إلى ما لا نهاية، وذلك لا يفتح المجال أمام رفض المجلس لكفاءات وخبرات جديدة. أما هاء فأنا مع الإبقاء على مدة 10 سنوات، وليس مع اقتراح اللجنة بأن تكون 5 سنوات، لأنها يعني أتوقع أنها مدة كافية لترك الرئيس أو العضو لموقعه. شكرا سيد. شكرا زميل. زميل أحمد الرقب. شكرا سعادتك. الحقيقة هذه المادة هناك إضافات مهمة جدا وملحوظات في الفقرة ألف. أنا أخالف قرار اللجنة بالعودة إلى نص القانون الأصلي، بل أميل ألا يزيد مجلس الأمناء عن 7 أعضاء. أنتم معنا يا جماعة ولا مش معنا؟ نكمل معك يا زميل، تفضل كل اسمع. هذه الأولى. الملحوظة الثانية، الحقيقة أنا أذهب بعيدا في موضوع تشكيلة مجلس الأمناء ممن يحملون الدرجة الجامعية ولا حد الأدنى، بل أقترح زملاء يا ريت تسمع لزميلنا اللي نقبل على أوضاعنا. زملاء النواب، زملائي هاي آخر مادة، هاي آخر مادة زملائي، تفضل افتحوا على المقاعد. يا نواب الشعب فين؟ يلا. الملحوظة الثانية. أكمل؟ يلا هو حكي. الملحوظة الثانية، ذهبت بعيد في موضوع تشكيلة مجلس الأمناء من الدرجة الجامعية الأولى، بل أقترح درجة الدكتوراه حدا أدنى، لأن نحن بحاجة إلى مجلس خبرات من الدرجة الأولى في تشكيلة مجلس الأمناء، وألا يكون ذاك باب التنفيع. مع الأسف هناك حالة مخترقة وشائهة في تشكيلة مجلس الأمناء بأن هناك تنفيع في هذا الباب. الفقرة باء
أخالف قرار اللجنة أيضا بالبقاء على الصرف الأصلي مرة واحدة. الفقرة ها أحسنت اللجنة باختصار المدة من 10 سنوات إلى 5 سنوات، بل أقترح على وعلى ذلك شرط بالجملة الأخيرة وهي كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس العامل في الجامعة أن يكون عضوا في مجلس أمنائها، وأستغرب لماذا. وأيضا الفقرة ها يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته في الحرم الجامعي، في الحرم الجامعي هذا أمر يخصه، أقترح شطب هذه العبارة. على هنا ما أود أن أصل إليه، على أن تصرف رئيس المجلس وأعضائه مكافأة يحدد مقدارها. أعتقد أن هذا المجلس مجلس استشاري، وبالتالي أستغرب من صرف مكافآت. الأولى بها صناديق الطلبة الفقراء، فأقترح شرط بهذه العبارة. وشكرا زميل، شكرا زملاء، الله يعطيكم العافية جميعا. هذه المادة الطويلة خليها للجلسة القادمة إن شاء الله. جلستنا يوم الأحد إن شاء الله جلسة صباحية، وهي جلسة مناقشة عامة.